صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الرضا وراحة البال علينا جميعا وعلى زميلنا في الاستوديو وعلى كل اللي بيتابعوا يوم سعيد وشاشة المحور. هنكون معاكم النهاردة من دلوقتي ولحد الساعة 10، فقراتنا المعتادة في كل تقاريرنا وفقراتنا اللي بنحاول ان احنا نقدمها معاكم كل يوم بحيث ان هو يكون يوم سعيد علينا كلنا يا رب. طبعا نقدر نقول كمان صباح شم النسيم، كل الناس النهاردة خلاص على استعداد، كل المصريين، ودي حاجة موجودة من أيام الفراعنة أو من أيام المصري القديم، بتستعد يعني الأحداث اللي بنشوفها كل سنة في بهجة وسرور، والناس بتنزل وتروح إنها تحتفل. كل واحد بقى بيحتفل بطريقته، ولكن ربما في ثوابت في مسألة الاحتفال، إن يكون في أكلات معينة كنا لسه بنتكلم عنها وهنتكلم عنها النهاردة كمان في مسألة شم النسيم والرنجة والبيض والخص وغيره، وكمان أمور متعلقة بالخروجات. وشايفين والاستعدادات بدأت من دلوقتي لكل واحد خلاص حضر كده هو وأهل بيته هيخرجوا فين. والحقيقة العملية التنظيمية وعملية التأمين بالنسبة لكل المتنزهات وكل الأماكن اللي ممكن تكون يعني خروجات بالنسبة للشعب المصري ممتازة، وكل شيء على ما يرام. يعني يوم شم النسيم سعيد علينا كلنا يا رب. وده اللي هيودينا للترند. الترند النهاردة كان طبعا عن احتفالات المصريين. من امبارح كان الترند ده منتشر عن عيد المصريين واحتفالاتهم بعيد القيامة وكمان شم النسيم. النهاردة المصريين كلهم بيحتفلوا بأعياد الربيع أو شم النسيم زي ما بنقول. وطبعا ناس كتير امبارح كانت بتتكلم عن أصل الكلمة نفسها شم النسيم، وإن أصلا هي عادة أو احتفال مصري قديم عند المصريين القدماء أجدادنا طبعا الفراعنة. وإحنا بنتكلم عن عيد بيعتبر هو مجمع عليه الجميع، المصريين كلهم بيحتفلوا بيه، ولكن هو بيسمى عيد شعبي، الشعب المصري كله بيحتفل بيه زي ما قلنا من أيام المصري القديم. التاريخ عرفه من زمان، من حوالي 5000 سنة وأكتر. التسمية نفسها لشم النسيم الاسم راجع، وكتير بقى كتبوا في الموضوع ده على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكلمة الفرعونية شمو، وهي كلمة مصرية بتطلق على واحد من ضمن فصول السنة وتعني الحصاد. هم كان عندهم الفصول بيقسموها يعني تقريبا كانوا ثلاثة بس، فكان من ضمنهم شمو. بمرور الزمن طبعا تغير الاسم من شمو إلى شم أو شم النسيم. بعد كده طبعا موضوع النسيم اللي هو في الربيع فبدأت تبقى شم النسيم. طبعا مع العصر القبطي أضيفت ليه كلمة النسيم فأصبح شم النسيم، إشارة طبعا لنسمة الربيع وارتباط اليوم ده بفصل الربيع اللي بيكون معروف باعتدال الجو اللي هنتعرف عليه طبعا النهاردة، والاحتفالات اللي كنا لسه بنتكلم عنها والخروجات للحدائق والمتنزهات العامة، ويكون فيه استمتاع بجمال الطبيعة. الحمد لله ربنا رزقنا بطبيعة يا رب يعني احنا دايما ننعم بيها ويدمها علينا يا رب، ونحاول ان احنا نحافظ عليها العالم كله طبعا باعتبار ان دايما بنتكلم عن تغيرات المناخية. هنتعرف اكتر النهاردة كمان في فقرتنا عن اصل عيد الربيع او شم النسيم او شمو النسيم، هنعرف كل التفاصيل دي ولكن بالتأكيد في وقتها. خليكم معنا وتابعونا في يوم سعيد. نروح للفقرة التانية اللي دايما بنكون معاكم فيها بدراسة تكون تهمنا في بداية يومنا، والدراسة دي برضو بالتأكيد مرتبطة بشم النسيم. النهاردة باعتبارنا بنحتفل بالربيع وشم النسيم، معظم الناس بتاكل الرنجة، فطبعا امبارح كنا بنتكلم عن الرنجة وبنتكلم عن الفسيخ وازاي ان انا اختار الفسيخ او الرنجة اللي اقدر اقول انها مضمونة وتكون مش مضرة بالنسبة لصحتنا. ولكن بالشكل العام في دراسة او موقع دي ار اكس قال ان الرنجة على الرغم من اضرار الافراط فيها ولكن ليها بعض الفوائد اللي ممكن ان تكون فيها يعني فايدة لجسمنا. ليه؟ لان الرنجة هي واحدة من الاطعمة اللي ممكن انها تساعد في تقليل خطر الاصابة بامراض القلب على حد يعني ما الدراسة قالت ده بسبب وجود الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الرنجة، وان الوجود العالي لفيتامين دي والسيلانيوم بيحمي القلب من واحد من ضمن الأهم العناصر المهمة اللي بتحمي القلب في أسماك الرنجة. كمان هو وجود نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ودي بتساعد في أنها يعني
تخفض من مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة حسب منصة يعني عليها الدراسة. الموقع كمان اللي موجود فيه الدراسة قال بأن تناول الرنجة ممكن أن هو يساعد في تقليل الالتهاب المسبب للألم بسبب وجود أوميجا 3 اللي أشرنا إليه، وبالتالي بيكون ليه دورين حتى الآن، بالإضافة لكمية عالية طبعا من السيلانيوم وهو عنصر غذائي تاني مضاد للالتهابات. والدراسة قالت أو في دراسات كمان معاها قالت أن الأسماك اللي بنتناولها ومنها الرنجة باعتبار بنتكلم عن شم النسيم اللي بتحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 ممكن أنها تعكس في الواقع فقدان الأنسجة العضلية الهيكلية والمسؤولة عن إبطاء عملية الشيخوخة، فده شيء مهم جدا. إذن فوائد حتى الآن مختلفة من الرنجة. طبعا برضو ضمن كلامنا النهاردة وباعتبار ان احنا لسه بنتكلم عن شم النسيم وهنكمل لآخر حلقتنا، بالتأكيد معظم البيوت في مصر بتاكل فسيخ ورنجة وساعات بيكون في حالات تسمم، وزارة الصحة دايما بيكون ليها دور في الموضوع وبتحذرنا وبتقول لنا ازاي يكون في ضمانات ان احنا يعني نتناول الفسيخ والرنجة، محدش هيحرم نفسه ولا حاجة ولكن بضوابط علشان نحمي نفسنا من اي اضرار. قالت ان الاعراض الاولى للتسمم لا قدر الله بتظهر من 8 ل 12 ساعة، يعني من 8 ساعات ل 12 ساعة بتبدأ الأعراض الأولية تظهر من بعد تناول الفسيخ إذا كان ملوث، وهي زغللة في العين، ازدواجية في الرؤية، جفاف في الحلق، صعوبة في البلع، ضعف في العضلات. هتبدأ طبعا بالأكتاف إذا حصل، يا رب ما تحصلش، هتكون في الأكتاف والأطراف العليا، بعد كده بتنتقل لباقي الجسم وبيكون في ضيق في التنفس، فشل في وظائف التنفس، ومن الممكن إنها تؤدي إلى الوفاة. ده كل ده حسب رواية وزارة الصحة، وبالتأكيد هي معلومات للفايدة وبالتالي هي للصالح العام، نحافظ على نفسنا يا جماعة. الوزارة كمان قالت إن السموم الموجودة في الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10 دقايق زي القلي في الزيت، وإن لو لا قدر الله حصل حاجة لازم إن يكون في توجه لأقرب مركز سموم عند ظهور الأعراض اللي إحنا قلنا عليها. كلنا ناخد بالنا يا جماعة. وإمبارح حتى بنفكر حضراتكم كان معانا دكتور متخصص في التغذية واتكلمنا عن مسألة ازاي اعرف ان الفسيخ ده كويس، قلنا ان السمكه يكون قوامها كويس، يعني مش زي ما بيقولوا كده ببساطه يعني مش مهريه، العين تكون بتلمع، الخياشيم يكون لونها احمر، اما الرنجه ما تكونش متلونه تماما خالص عشان البعض بيلونها من اللي بيبيعوها. تاني حاجه ان قوام السمكه برضو يكون متماسك وما يكونش فيها اي شيء يعني ملفت للانتباه. ناخد بالنا من الامور دي، وبالاضافه كمان ان لازم نتناول الخضروات زي الخس والبصل. الاستاذ اللي كان معانا برضو استاذ دكتور في التغذيه قال لنا كل المعلومات دي، فلازم ناخد بيها وكمان ناخد بتعليمات وزاره الصحه، وان شاء الله ما يحصلش فيه اي حاجه وما يكونش فيه اي ضرر، ويوم شم النسيم سعيد علينا كلنا يا رب ببهجه وتفاؤل، وطبعا كله بقى يروح خروجاته اللي متعود عليها، ويوم سعيد ان شاء الله. احنا لسه معاكم فاصل وهنرجع لكم مره ثانيه. وبديع قفل على كل المواضيع. لسه معاكم في يوم سعيد، ونروح دلوقتي لفقرتنا اللي بنبدا بيها رسائل مع الابراج، مع خبيره الابراج الاستاذه سونيا الحبال. اهلا بيك يا استاذه سونيا، يومك سعيد. صباح الفل، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير يا رب دايما. وحضرتك طيبة يا فندم. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل هناخد انذار النهاردة لأنه بيقول احذر من طرف خفي يريد إفساد شراكات عملية أو عاطفية. في الأجازة كده يعني، في مؤامرة ضد الحمل، ما عشان أجازة بقى. تمام. ضد الحمل النهاردة يخلي باله. تمام، نروح لبرج الثور. أما برج الثور، قرار حاسم حكيم في الوقت المناسب. ده نصيحة أنه يعني يكون ياخده النهاردة القرار ده؟ هو هياخد القرار ده، واضح أنه هو يعني بقى له فترة بيفكر فيه، فخلاص النهاردة إن شاء الله جه الوقت أنه هو يعني ياخد القرار المناسب، يعني خلاص انتهى الوقت. ده الوقت المناسب خلاص. تمام. أو ممكن يكون القرار يعني أنهم يخرجوا في مكان. يا ريت يخرجوا في مكان معين النهارده للفسحه يعني.
لعل وعسى يمكن كان محتار هيروحوا يخرجوا فين، هيروح خلاص فين. استقر يعني. بالظبط، هو في كل الأحوال هو قرار حاسم يعني. تمام، نروح لبرج الجوزاء. أما الجوزاء، الجوزاء النهاردة عدواني، حذر أشخاص من حياتك اليوم. ما فيش مشاكل يعني، ما فيش عيب احنا خالص كلها يعني. كلها بنقول برضو ان هو رسائل ايجابيه يعني، ياخد باله. لا الجوزاء عمل يعني، عيد مش عيد، لا انا شايف مصلحتي، ما فيش مشاكل يعني. طيب كويس، ده المهم ان ما يبقاش في مشكله بالنسبه له يعني. اي تمام، روح اما لرساله برج السرطان. السرطان، شك وتفكير ووصول لحقيقه. طب كويس يعني، خلاص برضو ما فيش حيره والنهارده يوصل للحقيقه، ما فيش تفكير. النهارده كان شاكك في حاجه، والحاجه دي هيعرفها باذن الله النهارده. ما هو فعلا مش وقته يعني، خلي الناس تفوق شويه لو حد هيعرف يخرج يعني، ما فيش مجال ما بالك، للشك. هو في ابراج ملهاش علاقه بمناسبات، لا هي عمليه جدا يعني، مناسبه مش مناسبه، لا خلاص انا ماشي في وشي يعني. تمام، مين تاني ابراج عمليه بالشكل ده غير الجوزاء؟ في برج الجدي، في برج العذراء، في برج الأسد، من الأبراج اللي يعني لا عملية جدا يعني، ولا برج العقرب كمان معانا. لا يعني ما فيش حاجة اسمها مناسبة أو مش مناسبة، هو هي العملية أكتر منها عاطفية يعني، الأبراج العاطفية لا هي اللي بتتأثر قوي بالمناسبات أو تمام، بتعمل حساب للمناسبات، إنما في أبراج عملية ما لا خلاص ما مش ممتاز. مشكلة يعني. نروح للسرطان. الأسد، الأسد بقى، احنا قلنا السرطان، الأسد قلنا شك وتفكير ووصول الأسد. لحقيقة. الأسد بقى استقرار وشعور بالفخر والسيطرة، تمام ممتاز. هو الأسد بطبيعته يعني عنده ده دي رسالة قوية جدا، الميال ده لده. هو أساسا مسيطر، فتخيل إن هو يسيطر أكتر يعني، واضح إن ماشي كلامه على الكل النهاردة. هاي تمام، نروح للعذراء. العذراء، فرحة فرحة وسعادة واستقرار أسري، وده الطبيعي بتاع برج العذراء. هتلاقي معظم النهارده برج العذراء هو المضياف، هو اللي شايل إيه اليوم كله يعني، هو اللي بيفرح كل اللي حواليه، فده الطبيعي بتاعه. يا رب دايما. نروح لطاقة برج الميزان، الميزان النهارده، بتقول ايه؟ الميزان إنجاح ونجاح، إنجاز ونجاح ومناسبة سعيدة. طيب ممتاز، الرسائل بدأت يبقى فيها حاجات اهو، بتميل للخروجات كمان يعني. انت هتلاقي الابراج العاطفيه هي اللطيفه النهارده، عشان في تجمع اسري وفي خروج وفي حاجات حلوه. الابراج العمليه هتلاقي عمليه، مفيش طيب هنروح مشاكل. بقى لبرج عملي زي ما حضرتك قلتي، برج العقرب. العقرب، رساله تنتظرها او شخص في الطريق اليك. طيب ممتاز تمام، ماشي، نروح لبرج القوس. القوس بقى، سفر وانتقالات وتواصل جيد اليوم. طيب مناسب، مناسب لليوم النهارده تماما يعني. ما انا بقولك هتلاقي حسب البرج. اما الجدي بقى، لم شمل ولقاءات اسريه سعيده. تمام، برج الدلو. اما الدلو، برضو تشعر بالسعاده والمتعه اليوم مع احبائك. طب جميل، كل الرسائل النهارده مناسبه جدا للمناسبه كلها بتاع النهارده، تجمعات، شم بس النسيم انا والاجازه. بقولك هتلاقي الابراج العاطفيه حاجه والعمليه حاجه. اما الحوت بقى، احذر احدهم اليوم النوايا قد تكون غير طيبه. بس يخرج برضه يعني، يكون حريص على هو الاجازه يخرج برضه. بس انت عارف برج الحوت برج درامي يعني، درامي حتى ما يحكي لك حكايه دايما يحط فيها تاتش الدراما، فهو النهارده يعني بننبهه ان في حد نواياه غير طيبه، فهو اول واحد بيتاثر لما بيكون في اي طاقه سلبيه حواليه. برج درامي يعني، هل حضرتك تقصدي ان هو مثلا الطريقة اللي بيحكي بيها، ولا ممكن يجود يخليها بشكل درامي زيادة؟ يجود ودرامي ويتأثر بشكل درامي يعني، يعني مثلا بيحكي لك حكاية حزينة لازم يعيط، ما يحكي لك عن 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 حكاية فيها حب أو كده تلاقيه منشكح قوي، وممكن يكون بيسمع أغنية عن الحب وبيحكي لك حاجة. هو درامي، هو بيعيش الحالة كلها سواء حزينة أو مفرحة بيتفاعل مع الموضوع. جدا جدا، هو الحلو شكرا، كده.
شكرا ليك يا فندم ويومك سعيد. الأستاذة سونيا الحبال خبيرة الأبراج شرفتينا، شكرا جزيلا. نروح دلوقتي لمعلومة تهمك، المعلومة والنصيحة اللي دايما بنقدمها، والنهاردة بنتكلم عن معلومة. المعلومة هي خاصة بتقليل أضرار الأسماك المملحة، إزاي نقلل من أضرارها، لأن بالتأكيد كل شيء ليه ضرر، باعتبار أن لو في زيادة. امبارح كنا لسه بنتكلم عن أن الحد المسموح به 150 جرام، ده صعب ان احنا ننصح بيه لان اشك ان حد ينفذه، لكن لو عشان نقلل من الاضرار هنعرف ازاي مع بعض في معلومة تهمك ونرجع مرة تانية. مع بعض ازاي نقلل من اضرار الفسيخ والرنجه، ويعني اجازه سعيده وشم نسيم سعيد لكل، يا رب ان شاء الله بدون اي اضرار ودون اي مشاكل. هنروح دلوقتي في تقرير عن ذكرى ميلاد الفنانه الجميله ماجده، هنشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه، ان نتكلم هنا عن ايقونه الرومانسيه المصريه، هنشوف التقرير عنها ونرجع لكم مره ثانيه. اتولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، والدها كان موظف في وزارة النقل وأحبت التمثيل من وهي عندها 5 سنين. بعد كده قررت تختار اسم ماجدة، وكانت إطلالتها الأولى أمام الراحل إسماعيل ياسين في فيلم الناصح عام 1949. بعدها توالت مشاركتها في الأعمال الفنية أمام كبار النجوم، قدمت فيلم المراهقات مع رشدي أباظة والحقيقة العارية. أقدر أعرف حضرتك مين؟ أنا المهندس أحمد رفعت. المهندس أحمد رفعت، هو حضرتك المهندس اللي هتيجي معانا السد؟ أيوه فندم. أنا أمال عبد الحميد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن الأفلام اللي أنتجتها هجرة الرسول وجميلة. أنا عضوة في جبهة التحرير الجزائري، وأنا بأدي واجبي كجزائرية، ومش هتكلم من غير محامي. ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وكمان حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، كما قامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية. تزوجت عام 1963 من الممثل إيهاب نافع بعد قصة حب تعد الأشهر في الوسط الفني. تعرفت ماجدة عليه في حفل نظمته السفارة الروسية، كان إيهاب نافع وقتها بيشتغل طيار، أصر في نهاية الحفل إنه يوصلها للبيت، واستمر معاها حوالي 3 ساعات. كان بيحكي لها عن قصة حياته وإنه معجب بيها. بعد أيام جلبتها وتقدم لخطبتها من والدها، وأقيم حفل زفافهم في 1963، وقدمته ماجدة معاها في السينما خلال فيلم الحقيقة العارية، وكانت أول تجربة له في التمثيل. رغم كل ده إلا إنهم انفصلوا بعدما رزقوا بابنتهم غادة نافع، ولم تتزوج ماجدة بعدها من رجل آخر، لكن تزوج هو 13 مرة، لكنه دايماً كان بيقول إن الفنانة ماجدة هي حب حياته. عانت الفنانة ماجدة في سنواتها الأخيرة من المرض، وساءت حالتها الصحية إلى أن وفتها المنية يوم 16 يناير عام 20.
2020 عن عمر يناهز 89 عام. رحمة الله عليها طبعاً الفنانة مجدة أو كوكب السينما كما تم يعني الإطلاق عليها وإطلاق هذا اللقب بخصوص مجدة، كل التحية ليها والروحها والأعمالها اللي هتفضل موجودة. وإحنا بنتكلم عن شم النسيم طبعاً لازم نطمن على حالة الطقس علشان نشوف الأخبار إيه والخروجات وإزاي نتعامل مع يوم مهم زي ده، نطمن على حالة الطقس قبل ما نتحرك. عشان كده الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس النهاردة، هتشهد الفترة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وهيكون في حركة للرياح ونشاط على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد. بعد طبعا ما شفنا الخلاصة بالنسبة للتوقعات، خلينا نشوف درجات الحرارة ونرجع لكم مرة تانية. أجواء مناسبة ودرجات حرارة متوقعة مناسبة فعلا، هتكون يعني إمكانية الخروج وإمكانية أن يكون في فسحة كده في شم النسيم هتكون جميلة، ويوم سعيد علينا جميعا يا رب. حتى الأمطار هي أمطار خفيفة ومتقطعة اتكلمنا فيها، وكان في إشارة بأنها غير مؤثرة أبدا على حركة التنزهات، ولكن البحر المتوسط ناخد بالنا مفيش داعي للتعامل معاه بالنسبة أن احنا ننزله، ولا حركة الملاحة كمان، ولكن البحر الأحمر الدنيا أمان وزي الفل. خلينا ناخد فاصل ونرجع لكم مرة تانية في يوم سعيد. مع الباقة والتفاؤل والاستعدادات لخروج شم النسيم، بالتأكيد لازم يكون لينا استعدادات برضو علشان الطاقة والحيوية، علشان يكون في كده يعني حالة من النشاط. هنروح دلوقتي مع فقرتنا الرياضية والتمارين الخفيفة اللي بنبدأ بيها اليوم مع كابتن رامي، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الخير عليكم، معاكم كوتش رامي من جيم يو اف سي في برنامج يوم سعيد. النهارده هنتكلم عن شويه تمارين بسيطه وسهله كده نعملها في البيت نحسن بيها مرونه الكتف بتاعنا ونقوي بيه العضلات المثبته للكتف. هنبدا باول تمرين، هنكرر التمرين ده 3 في 10. التمرين ده هيساعدنا اننا نقلل الليمت اللي في الموشن او الحركه بتاعتنا اللي بيعاني من ليمت في حركة الكتف بتاعته، حركة المفصل. هنكرره 3 في 10. وندخل على تاني تمرين نقوي بيه العضلات المثبتة للكتف زي كده. والكتف الشمال نفس الكلام. وبعدين ندخل على ثالث تمرين الكتف والأخير كده، هيقوي عضلات الكتف الجانبي بتاعتنا ونثبت كده ونأكتف العضلات المثبتة برضو للكتف.
وبكده نكون خلصنا تمارين الكتف. بعد كده هندخل على التمارين المقوية لعضلات الرجل. نبدأ بأول تمرين، هنكرر التمرين ده لكل رجل 3 في 10، الرجل الشمال برضو. التمرين ده هيساعدنا في اننا نقدر نطلع السلم ونقوي العضلات الاماميه ونتحرك الحركات السهله بتاعه رجلنا. وبكده نكون خلصنا النهارده الفقره السهله البسيطه بتاعه تقويه عضلات الكتف وعضلات الرجل وتحسين مرونه الكتف. كان معاكم كوتش رامي من جيم يو اف سي في برنامج يوم سعيد. لسه معاكم في يوم سعيد، وباعتبار ان احنا في استعدادات للنزول والاجازه اللي هنقضيها النهارده في شم النسيم، احنا كاميرا يوم سعيد نزلت وسالت الناس سؤال علشان نشوف كده الناس هي بتحتفل وتعرف ازاي تحتفل وخروجات، وكل واحد وليه طريقته، ولكن تعرف ايه عن شم النسيم؟ ده كان السؤال، ومساله التسميه وغيره كان سؤالنا للناس. هنشوف قالوا ايه ونرجع لكم مره تانية. شم النسيم اتسمى بالاسم ده؟ شم النسيم اتسمى بالاسم ده على ما اعتقد ان دي كانت عادة فرعونية قديمة اتسمت بالاسم دوت، لان كان الشهر عندهم زمان كان حوالي 32 يوم حاجة كده، فكان في وقت الحصاد كان بيبقى في الربيع، كان بيطلعوا كلهم بالملانة بالبيض الملون بالحاجات بالاسماك المجففة اللي لحد النهاردة لسه موجودة، فهي عادة من قدماء المصريين من اجدادنا. ليه شم النسيم؟ ليه شم النسيم؟ لأن كانوا المصريين القدماء بيطلعوا بيشموا النسيم وقت الحصاد اللي هو في وقت الربيع، اللي هو أحسن وقت الواحد يقدر يشم فيه النسيم. ترجمة شم النسيم أصلاً في الحقيقة هو عيد الربيع، ما اسموش شم النسيم عشان ده موسم يعني تفتيح الزهور والورد وكل الزهور يعني ما بين الصيف والشتاء، في يعني في التوقيت دوت بيبقى الروائح بتاعتها والزهور نفسها بتفتح فيه. سموه لان كان في اعداد في ايام الفراعنه فكانوا بيحتفلوا بيه. يعني الاسم نفسه شم النسيم هو عيد الربيع. شم اللي هي جايه من كلمه شمو اللي هي الفرعونيه اللي هي معنى بحث، والنسيم اللي هو النسيم المعتاد العادي. لانها كلمه فرنسيه ما شمو نسيم، هو اساسا اسمه عيد الربيع وكانوا بيحتفل بيه، هي عاده من ايام الفراعنه. هي تلوين البيض والحاجات ديت والفسح وبتاع، فهو عيد اساسا بيطلق عليه على اساس ان هو عيد الفراعنه. طبعا كتير من الاجابات شبه بعضها شويه وداخله في موضوع الفراعنه والمصريين القدماء، ولكن الاجابه النموذجيه هنتعرف عليها طبعا بالتاكيد النهارده ونوضح كل حاجه في مساله شم النسيم وسبب التسميه والعادات اللي كانت بتحصل فيها وما زالت بتحصل حتى الان وازاي اتطورت، ولكن كله في وقته. خليكم معنا في يوم سعيد. دلوقتي نروح لتقرير في ذكرى ميلاد الراحل المايسترو صالح سليم، طبعا واحد من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي. هنشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. المايسترو صاحب الكاريزما المختلفة، اسمه بالكامل هو محمد صالح محمد سليم، نعرفه باسم شهرته الرياضي صالح سليم. هو واحد من رموز الرياضة وكرة القدم في العالم العربي وعلم من أعلام النادي الأهلي. اليوم يكون قد مر على رحيله 22 سنة. هو مولود في 11 سبتمبر سنة 1930
ووالده هو الدكتور محمد سليم. والدته هي السيدة زين الشرف التي تنتسب للعائلة الهاشمية. أما عن بداية المسيرة الرياضية للمايسترو صالح سليم، من بداية انضمامه بصفوف الناشئين بالأهلي سنة 1944، سرعان ما انتقل للفريق الأول وظل يلعب له حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي الأهلي للاحتراف في فريق جراتس النمساوي، ورجع مرة تانية للأهلي عشان يواصل مسيرة تألقه حتى 1967، حيث اعتزل اللعب ولعب أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي في أول بطولة دوري رسمية عام 1948 أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية. طه في الوينج الشمال لصالح سليم، وان تو بينه وبين طه، هو والجول وبيحطه في الجول، الجول الثاني، الجول الثالث. خاض صالح سليم انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اعتزاله، وحصل على 45% من الأصوات أمام الفريق أول عبد المحسن مرتجي. خاض الانتخابات مرة تانية عام 1980 ليفوز برئاسة مجلس إدارة النادي، واستمر الرئيس له حتى 1988، وقرر الابتعاد عن الساحة، لكنه في 1990 بعد ما حقق مع النادي 11 بطولة دوري و15 بطولة منذ بداية الدوري سنة 1948، وحقق بطولة كأس مصر 8 مرات، وأحرز خلال حياته الكروية 101 هدف، كما كان اللاعب الوحيد الذي أحرز 7 أهداف في لقاء بين الأهلي والإسماعيلي. وكان لشعبية صالح سليم ووسامته أيضاً دور في جذبه للسينما، فشارك في عدة أفلام كان من أشهرها الشموع السوداء والباب المفتوح. ليلى، عارفة هتلاقي على البر ايه؟ هتلاقي حاجة أهم مني، أهم من أي إنسان تاني، هتلاقي نفسك ليلى الحقيقية. صالح سليم شغل منصب مدير الكرة، ثم عضو مجلس إدارة، ثم رئيس النادي الأهلي، حتى وفاته في مايو 2002. رحمة الله عليه. طبعا الأسطورة المايسترو صالح سليم، ربما نتذكر في حوار لي في واحدة من ضمن المجلات الرياضية لما سئل عن المايسترو نفسه كلقب، قال البعض كان يعني بيصفه براقص الباليه داخل الملعب، والمايسترو باعتباره كان بيوزع الألعاب والكرات كصانع ألعاب داخل الملعب لكل لاعبي الفريق. رحمة الله عليه، وبالتأكيد هو كلاعب وكإداري مدرسة في حد ذاته، ما زال حتى الآن بيضرب بيها المثل. دلوقتي خلاص هنروح نشوف هنفطر إيه مع شيف يوم سعيد الشيف نهال، وكمان نتعرف على اقتراح لوجبة الغداء، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الخير عليكم. النهاردة في يوم سعيد، النهاردة معاكم الشيف نهال، وهنعمل وصفة بيض إيطالي مختلفة شوية عن الأملت اللي احنا بناكله، هتغير طعمه وهتخلي طعمه أحلى معاكم بكتير. تعالوا بينا نشوف المكونات. معانا بيض، ومعانا طماطم شرايح مدورة، وزعتر فريش، وجبنة موتزاريلا، وفلفل أسود، وملح. خلونا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هنجيب البيض بتاعنا، هنحضره عادي زي ما بنعمله زي الأملت بتاعنا اللي احنا بنعمله العادي. الريسبي دي يعني سهلة قوي، مش بتاخد وقت خالص، وطعمها مختلف عن الأملت اللي احنا متعودين عليه. هنحط بقى دلوقتي شوية فلفل صغيرين، ونحط شوية ملح، ونضرب كويس قوي تاني. بس هنسيب البيض دلوقتي على جنب لحد ما نحضر بقى الطماطم بتاعتنا. اول حاجه خالص هنجيب زبده، مش عايزين نكتر زبده قوي يعني علشان ايه
علشان برضو يعني الاكله تفضل هيلثي شويه معانا، يعني ما يبقاش الاومليت ويبقى زبده كتير، فخليها تبقى هيلثي شويه معانا. حاول بس نوزعها كويس كده في الطاسه علشان الطماطم بتاعتنا ما تلزقش. بس اول ما الزبده بتاعتنا تبدا تسيح شويه ممكن بس نشوفها تاني، هننزل بقى بالطماطم في الطاسه ومش عايزين نحمرها قوي، يعني عايزينها بس يا دوبك كده ايه تاخد لون صغير، وبعدين ايه هننزل عليها بالزعتر. ممكن بقى تبدلوا الطماطم دي باي حاجه انتوا بتحبوها، يعني مثلا فلفل اخضر مش بتحبوا الطماطم بدلوها باي خضار تاني عادي، الفلفل الاخضر بيبقى حلو معاها، البصل بيبقى لذيذ. هنستناها بس تتشوى حاجة بسيطة قوي وبعدين هنرجع لها تاني. ممكن دلوقتي نحط رشة زعتر صغيرة، ونقلب بقى كده. مش عايزينها تاخد لون قوي في الاول علشان بس احنا لسه هنحط عليها البيض فهتستوي معاه شويه كمان. هندي البيض تقليبه تانيه كده وننزل مع الطماطم بتاعتنا كلها، نحاول نغطيها كلها. بس اول ما البيض بقى يبدأ يعني يمسك نفسه معانا شوية كده في الطاسة هننزل بقى بالجبنة الموتزاريلا بعديه على طول. ممكن برضو لو انتوا مش حابين موتزاريلا ممكن تحطوا مع الاومليت تشادر بتبقى تحفة، ممكن تحطوا اي نوع جبنة انتوا بتحبوها، جبنة رومي مثلا مبشورة، اي حاجة تانية، اي نوع جبنة بتحبوه، اي نوع خضار بتستخدموه مع الاومليت بيطلع حلو جدا. برضه نحط رشة زعتر تاني كده على الوش. الريسيبي دي سريعة قوي، لو انتوا مثلا حابين بتصحوا الصبح مثلا رايحين الشغل عايزين تعملوا حاجة سريعة بس في نفس الوقت مختلفة، حاجة يعني غير الاومليت اللي احنا متعودين عليه، الريسيبي دي بتبقى لذيذة جدا. احنا دلوقتي هنغطيها علشان الجبنة بتاعتنا تسيح والبيض بتاعنا يستوي. وهي يعني الوصفة مش بتحتاج ان احنا بقى نعمل فيها حاجات اكتر من كده، خلاص هي الطماطم هتاخد من طعم البيض، هتاخد من طعم الموتزاريلا، والزعتر هتبقى لذيذة قوي. هي كده خلاص قربت تستوي، احنا بس محتاجين الجبنة بتاعتنا تسيح وخلاص كده هنسيرفت على طول. خلونا نبص كده بص عليها. لو عندكم اطفال برضو ممكن هم يحبوا الوصفة دي اكتر
علشان البيض السادة بالنسبة لهم بيكون صعب شوية، فلما بنزود عليها حاجات زي الجبنة مثلا، نوع جبنة هم بيحبوه أو الخضار اللي هم بيحبوه أو كده، بيبقى أحلى بالنسبة لهم إن هم يغيروا أو نجدد لهم دايما أو كده، بتبقى ألذ بالنسبة لهم بكتير. كده بقى خلاص البيض بتاعنا كده استوى تماما، وهو كده جاهز خلاص ان هو يتقدم. زي ما قلت لكم احنا ممكن نقدمه مع توست، ممكن نقدمه مع عيش، يعني اللي انتوا حابين تاكلوه بيه، او ممكن تاكلوه عادي لوحده بالشوكه. هو كده خلص خلاص. وبكده دي بجد تبقى اسرع وصفه اومليت طعمها مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. وخليكم مستنيين معانا، هيطلع دلوقتي على الشاشه وصفه الغدا بتاعت النهارده. المفروض رجعنا تاني في يوم سعيد. وطبعا زي ما شفنا حتى في شيف يوم سعيد في الغداء كان الاقتراح سلطة للرنجة، باعتبار برضو بنتكلم في شم النسيم. لكن شم النسيم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو عيد مصري الهوية والهوى زي ما بيقولوا، ده حسب الوثائق اللي بترجع بتوضح الاحتفال به من أكتر من 4000 سنة وأكتر، على حسب بقى الوثائق، وكل رواية بتتكلم في كام ألف سنة. هو يوم مقدس من أيام الفراعنة ويوم مميز، لأن دلوقتي خصوصا مع الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ كلها طقوس طبعا يعني مش غريبة علينا، موجودة من زمان، وهنتعرف على ده إن احنا بنتكلم عن آلاف السنين والفسيخ والرنجة كانوا موجودين في المناسبة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي شم النسيم، اللي بالتأكيد أيامها ما كانتش شم النسيم، ولكن هنتعرف برضو على التسمية النهاردة. كان في أكلات مقدسة هي من ضمنهم، كان في الخس والفسيخ والبصل والبيض، وكل دي أكلات يعني لها دلالات دينية بالتأكيد، وأكيد برضو الموضوع كان فيه دلالات طبية، لأن هم كانوا بيراعوا الأكلة اللي بيأكلوها دي، لازم إن هم يراعوا معاها بعض الأكل إن هو يعوض، زي ما كانت وزارة الصحة لسه بنعرض لحضراتكم التقرير الخاص بيها أو النصيحة الخاصة بيها. شرفنا دلوقتي الدكتور شريف شعبان، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الفل. يومك سعيد. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. إحنا بنقول شم النسيم. هي عندهم بقى ايام المصريين القدماء كانت شم النسيم ولا شم النسيم ولا مفيش نسيم اصلا؟ مفيش. شوف، هو مفيش امه في العالم في التاريخ احتفلت بقدر الاحتفالات اللي موجوده عند المصريين القدماء. المصريين القدماء كان عندهم عشق للحياه وعشق للاحتفال. المصري معروف بطبيعته ان هو مرح ومحب للاحتفالات بكل انواعها. كان احنا عندنا اكتر من 170 احتفال وعيد في مصر القديمه. يمكن احنا ما عندناش ذكر مباشر لاحتفالات الربيع او لشم النسيم، ولكن ده لا يمنع ان المصري كان محب للطبيعه بتاعته، قدس الطبيعه بتاعته. كان بيحب الربيع، وكان بالنسبه له فصل الربيع ده فصل مهم جدا، اللي هو فصل الشمو، اللي هو فصل الحصاد. اللي احنا ممكن نقول ان هو دلوقتي ما بين شهر مايو وشهر سبتمبر. وبالتالي احنا قلنا الفصول عندهم ثلاث فصول، كانت ثلاثه بالظبط، فصل البذر وفصل الحصاد، وقبلهم اللي هو فصل الطبيعي اللي هو الرياح بتبتدي ان هي تاخد فيه الحبوب. فصل الشمو او فصل الحصاد ده من اهم الفصول، لان بيبتدي المصر القديم يروح الغيط يحصد كل اللي هو زرعه قبل كده، وبالتالي كان ده بدايه بشرى للحياه الجميله او بدايه الربيع. تمام. وبالتالي كان احتفال على مستوى الدولة كلها ان المصريين بيطلعوا وهم بيحصدوا المحاصيل اللي زرعوها، بيبتدوا يستقبلوا الطبيعة ويستقبلوا الربيع باحتفالات كبيرة جدا على كل المستويات. إذن هي كانت شيمو، شيمو اللي احنا بقى خليناها شم، ما كانش فيه النسيم. يقال ان هي اتحرفت في العصر القبطي الى شم، وبالتالي في العصر العربي تم ليها اضافه كلمه نسيم فبقت شم النسيم. بقت عربت خلاص بقى، بقت شم النسيم. بالظبط. دي كلها اقاويل مش مثبته، ولكن احنا بناخدها بنوع من الروايات اللي احنا خلاص بقينا متعايشين معاها. تمام. ايه اللي كان بيحصل ايام المصريين القدماء في ما يتعلق بها يعني مجازا هنسميها شم النسيم؟ وقتها كانوا ازاي بيحتفلوا بيه؟ كان الاحتفال على كل المستويات. المصري كان محب جدا للطبيعه بتاعته، كان بيحافظ عليها وبيخاف عليها،
وبالتالي مع قدوم فصل الربيع كان بيلاقي ان الطبيعه بتستقبله، مش مجرد ان هو كمان بيستقبلها. فكل الطبقات في المجتمع المصري بتحتفل احتفال كبير قدوما بالربيع. يعني كان الطبقة العليا أو الأغنياء بيعملوا احتفالات وعزومات على مستوى كبير جدا، بيعزموا أصحابهم، يعزموا حبايبهم، بيجيبوا بقى بط ووز، بيجيبوا لحوم. طبعا على المائدة المصرية على كل الطبقات كان لازم تلاقي الخماسية المقدسة، البط والوز كان موجود مع الفسيخ والبيض بالظبط. ده عند الطبقة العليا. إنما الطبقات الحكاية مش طبقات، الحكاية أكلات. يعني أكلات هما كان عندهم بقى وفرة، فكانوا ممكن يأكلوا أي حاجة، وصحتهم واضح إنها كانت كويسة تسمح بالبط والوز مع الفسيخ يعني. بالظبط. ولكن في حاجة اسمها الخماسية المقدسة، دي عند كل الطبقات بقى، عند الأغنية والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا. إيه هي بقى؟ زي كف الايد كده، البصل والخس والسمك المملح والبيض والحمص الاخضر اللي احنا بنقول عليه الملانة. تمام. الخمس اكلات دي اساسيه عند المصري طول السنه وفي وقت الربيع بشكل خاص. اشمعنى الخمس اكلات دي؟ اولا غير ان هي مرتبطه زي ما حضرتك قلت بالجوانب الصحيه، وان المصري كان محب لطبيعته وكان بيعتمد اكتر على الاكلات الصحيه، لأن الأكلات دي كان ليها مغزى ودلالة دينية كبيرة جدا عنده. يعني مثلا البيض والسمك المملح اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الفسيخة والرنجة، كان ليهم دلالة مرتبطة بالبعث، البعث والإحياء والخلود. والمصري حضارته كلها قامت على فكرة البعث والخلود. كان زمان في اعتقاد أن المعبودات بتطلع من البيضة دي، أو أن العالم اتخلق عن طريق البيضة، وبالتالي كان عنده اعتقاد ان البيضة بتاعت اي طائر دي بتمثله فكرة البعث والخلود. فبالتالي كانت اكلة مهمة جدا، كان بيحب ان هو يضيفها على المائدة بتاعته. تمام. البصل كان مهم جدا عنده باعتبار ان هي كانت فيتامين طبيعي او مضاد حيوي طبيعي. بالاضافة لمسألة ان هو جانب طبي كان ليها برضو دلالة دينية. بالضبط. يعني مثلا لما هنشوف بنات الاهرام هنلاقي في المقابر بتاعتهم وصف كبير جدا للبصل والثوم، دلالة ان هم اعتمدوا عليه بشكل كبير جدا، باعتباره وجبة مفيدة جدا صحية وبيعتمدوا عليها لجلب الطاقة. تمام. باعتبار ان هو كمان احنا دلوقتي بنعتبره مضاد حيوي وطبيعي، ورثنا العادة دي من المصريين القدماء. اعتمادهم على ان البصل اكلة مفيدة جدا صحية، اعتبروه ان هي مادة مقاومة للامراض وجاذبة للحياة، وبالتالي أصبحت مادة مهمة جدا على المائدة بتاعته. تمام. كده عندنا بيض البيض والبصل والسمك المملح. عايزين نكمل الخماسية والسمك المملح أو الفسيخ. كان عندهم فكرة إن هم يتبلوا السمك أو يملحوه، دي كانت قدرة كبيرة جدا عند المصريين القدماء اللي استخدموها بعد كده فكرة التحنيط. إزاي إن المصري القديم كان بيحط المتوفى في قالب من الملح، ملح نطرون، حوالي 40 يوم عشان يحافظ على جسمانه، وبالتالي الفكرة دي هو خدها واستخدمها في فكرة تمليح السمك. وبيخلي الأعضاء الموجودة دي حقيقة شبه بعضه يعني. دي حقيقة. وبالتالي فكرة الحفاظ على السمك وإخلاءه مش هنقول عليه تحنيط طبعا، ولكن هنقول عليه عايزين الناس تاكل بس. ده حقيقي. ولكن فكرة ان هو بيحافظ على السمكة عن طريق تمليحها دي أكتر حاجة صحية اعتمد عليها، وده غير ان هو ليه مردود او ليه مغزى مرتبط بالبعث والخلود عنده. تمام. احنا كده خلصنا الخماسية. ده كده لا تلاتة عندنا بقى. الخص الخص بقى مرتبط عنده بالخصوبة، وخصوصا انه هو رمز من رموز المعبود مين؟ رب الخصوبة. تمام. فده بيعتبر ان الخص برضو من المأكولات المهمة جدا اللي بتديله طاقة وحيوية بيقدر ان هو يمارس بيها نشاطه وحيويته طول اليوم وطول السنة. ممتاز. نيجي بقى للملانة أو الحمص الأخضر، دي برضو من دلالات استقبال الربيع، وخصوصا أن الملانة من النباتات أو من المحاصيل اللي بتطلع فترة الربيع، وبالتالي كان بيعتمد عليها كنوع من الدعاية لفصل الربيع، كان بيعتبرها بشرة خير، وبالتالي كان بيحب يحطها جدا على المائدة بتاعته. دي مثلا كان بيعتبرها كمقبلات مثلا. بالظبط. مع ان الموضوع مش محتاج مقبلات. دي حقيقة. يعني كل اللي احنا وصفناه ده ممكن يعتبر غدا او عشاء، ولكن هو ممكن ياكل الوجبة دي بكل مكوناتها طول اليوم. يعني هنا بنتكلم يا فندم عن طقوس كانت موجودة
والمميز في الأمر إن كل الطبقات والشرائح المختلفة كانت بتحتفل بيه. ده حقيقي. يعني ممكن خلاف شوية بس في الأكلات في بعضها ممكن زي ما قلنا يختلف. ممكن يعني الطبقة العليا تجيب لحمة تجيب وز أو بط، ولكن كل الطبقات بتعتمد على الخمس عناصر الأساسية دول في كل الوجبات الخاصة بشكل نسبي. المقابر الفرعونية هل كان فيها مثلا أي اكتشاف لفسيخ أو السمك المملح؟ لقينا فكرة، قلنا البصل كان موجود بالضبط، لقينا فكرة وجود مناظر لسمك مملح أو لفكرة صيد الأسماك نفسها، دي كانت من العناصر إن المصري القديم بيحب إن هو يذكرها في المقابر بتاعته. لكن هو المقابر عندنا سجل كامل للحياة اليومية للمصري القديم. ما فيش حضارة في العالم ثبت لنا تفاصيل للحياة اليومية وتخيل المصري للعالم الآخر زي اللي ثبته لنا المقابر بتاعة المصري القديم، سواء في منف أو في وادي الملوك أو الجداريات كلها، الجداريات اللي موجودة في طيبة في الأقصر. كم كبير جدا من المناظر الشيقة اللي عرفنا الفكر بتاع المصري القديم كان عامل إزاي، حياته اليومية كانت عاملة إزاي، الاحتفالات، الأزياء، إزاي كان بيتعامل مع كل اللي حواليه، الطبيعة المصرية القديمة كانت عاملة إزاي. تمام. البيض في حياة المصري القديم إزاي كان بيستخدمه برضو في الاحتفالات؟ البيض، التلوين على البيض والرسومات على البيض ده موجود برضو من أيام مصر القديمة؟ ما عندناش اللي يثبت فكرة التلوين، ولكن البيض في حد ذاته كان مهم جدا. يمكن فكرة البيضة وارتباطها بعيد الفصح كمان، المصر القديم ورثها للعالم كله فكرة ارتباطها زي ما قلنا بفكرة البعث والخلود وارتباطها بمجموعة من العقائد المصرية القديمة، ده خلى البيض نفسه من الوجبات المهمة عند المصر القديم. طب ازاي بقى الموضوع تم توارثه من المصري القديم لحد ما وصلنا بعد كده في المرحلة القبطية ان يكون في تغيير في المصطلح نفسه بقى شم النسيم، ووصلنا للمرحلة الحالية اللي احنا فيها؟ في ناس بتربط ما بين عيد شم النسيم وعيد الفصح وعيد القيامة. احنا يعني بنقول كل سنة واخواننا المسيحيين طيبين بمناسبة عيد القيامة او عيد الفصح. عيد الفصح الشرقي هو مرتبط بشم النسيم ارتباط ضمني، لان هو مع دخول المسيحية مصر ابتدى المسيحيين يحتفلوا بعيد الفصح او عيد القيامة، فحصل ربط ما بينه وبين ما نطلق عليه شم النسيم. لان الاحتفال بالربيع عند المصريين القدماء بالأكلات اللي احنا وصفناها مرتبطة بالبعث، مرتبطة بالخلود. عيد الفصح مرتبط بقيامة السيد المسيح، وبالتالي حصل ربط ما بين فكرة البعث والخلود في الفكرة نفسها، ده اللي خلى فيه ربط ضمني ما بين العيدين مع بعض. عشان كده بنقول مصريين كلهم بيحتفلوا بيه، عشان كده شم النسيم فعلا هو الاحتفال الشعبي الأول ونقدر نقول الوحيد اللي بيشترك فيه المصريين كلهم. بالضبط. ويمكن تقارب العيدين مع بعض، يمكن عيد الفصح أو عيد القيامة يوم الحد والنهاردة عيد شم النسيم، يعني يكونهم وراء بعض، ده اللي خلى الناس تمزج ما بين العيدين، وإن كان في اختلاف في المواعيد، ولكن الفكرة ده اللي خلى الناس تربط ما بينها وبين يعني نفس الفكرة ما بين العيدين. ليه تحديدا كان بيتم تحديده وما زال حتى الآن يوم الاثنين؟ حابين نوضح الجزئية دي لأن ليها علاقة بترحيل اليوم نفسه بسبب الفصول كانت عند الفراعنة محدودة، كانوا بيوفروا وقت، كانوا مش موجود توفير وقت. الناس كانت ذكية جدا، كان عندهم دراسات علمية على أعلى مستوى في علم الفلك وحسابات الطبيعة والتقويم. يمكن فكرة ارتباطه بيوم الاثنين ده مع ترحيل بتاع الاعتدال الربيعي، كان هم عملوا قياسات خاصة ببداية فصل الربيع، و يعني حصل ان هي جت مع يوم الاثنين او في التوقيت اللي احنا بنحتفل بيه دلوقتي. عشان كده خلاص اصبح ثابت بالنسبه بسبب الترحيله اللي حصلت، ممكن نقول كده. تمام. طيب الطقوس الاحتفاليه نفسها بقى يا فندم للمصريين بشكل عام، يعني هنا بنتكلم عن طبقات مختلفه كان الامر بيختلف من بعضها، هل كان في طقوس معينه للاحتفال؟ كانت الفرعون نفسه بيكون موجود، الشعب كان بيكون موجود، لان في بعض الاحتفالات للمصريين القدماء كان احتفالات شعبيه على بحضور الفرعون في حد ذاته، زي مثلا اعتقد في مساله النيل، خلود النيل. يعني شوف المصريين يعني زي ما قلنا ان هم كان عندهم اكتر من 170 عيد، في أعياد وطنية، في أعياد إقليمية كل إقليم كان ليه العيد بتاعه، في أعياد دينية، في أعياد شاملة للدولة كلها كان الملك بيشارك فيها، وبالتالي أغلب الاحتفالات دي كانت بتتنوع ما بين احتفال شعبي، احتفال رسمي، احتفال خاص بكل إقليم. ولكن السمة العامة لما بيجي الربيع إن البلد كلها بتطلع
بتطلع تحتفل. ويمكن ارتباط المصري القديم بالطبيعة، مفيش أمة بترتبط بطبيعتها وبتقدس طبيعتها زي المصري القديم. المصري كان بيحترم الطبيعة، كان بيحتفل بيها بشكل كبير جدا. عيد وفاء النيل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، ازاي ان هو كان بيقدر ويقدس النيل، وكان فيه من ضمن الاعترافات المنفية في الفصل 125 من كتاب الموتى اللي هو انا لم اكذب، انا لم اسرق، انا لم الوث واد نهر النيل. قد ايه كان كده كان بيحتفل بوفاء النيل بالظبط، كان عنده تقدير كبير جدا للطبيعة بتاعته. فلما بيجي يحتفل بالربيع كان بيطلعوا على ضفوف النيل ياكلوا ويشربوا، كان كل الاهالي بتقابلوا مع بعض، وبالتالي كانت مناسبه اجتماعيه جميله جدا، كل الناس بتقابل بعض ياكلوا الماكولات اللي اتكلمنا عليها، وبالتالي كانت فرصه للترابط الاسري والاجتماعي تربط مصر كلها بعضها ببعض. ايه الاحتفالات اللي كانت موجوده تانية نقدر نقول انها اشبه بشم النسيم، انها برضو حاجه احتفال بالطبيعه بيجمع عليها الشعب المصري كله في وقتها؟ في اللي هو وادي النيل او احتفال الوفاء النيل. هل في حاجه تانية غير وفاء النيل وشم النسيم؟ قلنا ان هم كانوا مقدسين للطبيعه، كانوا بيحبوا الطبيعه جدا. في احتفالات بقى ليها مغزى ديني، يعني عندهم عيد اسمه عيد الوادي الجميل، ده عيد بيحتفل بيه المصريين بمجموعه من المعبودات بتاعتهم، اللي هو المعبود امون وزوجته المعبوده موت وابنهم المعبود خنسو، ودول الثالوث المقدس بتاع مدينه طيبه اللي هي كانت عاصمه الامبراطوريه المصريه كلها اللي هي الاقصر. فكان الاحتفال ان الثالوث ده الكهنه بيشيلوا التماثيل بتاعه المعبودات دي ويطلعوا بيها من الشرق يروحوا للغرب. فكان طيب فرصه وحضرتك يعني ذكرتهم عشان تبقى معلومة لينا كلنا كمان، الأسماء اللي حضرتك ذكرتها دي نوضحها. المعبود أمون هو معبود الإمبراطورية المصرية القديمة كلها، تمام. زوجته المعبودة موت وابنهم المعبود خنسو اللي هو كان رب القمر. كان المصري القديمة عنده حاجة اسمها الثالوث المقدس أو العيلة، هو كان بيعتبر المعبودات دي أشبه بالعيلة بتاعته. وبالتالي كان في أب وأم وابن، كل ده طبعا قبل إخناتون، كان يعني قبله وبعده، يعني فترة إخناتون دي كانت فترة معقدة شوية، المرحلة الانتقالية بالظبط، كانت مرحلة لما ترجع التعددية تانية بالظبط. ده حقيقي، هو كان دايما فكر المصري القديم إن عالم المعبودات ده شبه العالم بتاعه ولكن بشكل متكامل. وبالتالي هو لما عمل المعبودات دي خلاها أسرة زي الأسرة بتاعته، أب وأب وابن، ده الشكل النموذجي للأسرة. فلما عمل الثلاث معبودات دول كان في احتفال إن هو بياخدهم من الشرق للغرب، فبالتالي كل العائلات وكل شعب كان بيطلع وراهم زي ما تكون زفة كده زي ما نشوف الموالد. طب كان بيطلع وراهم الأهالي، كانت بتروح فين؟ كانوا بيروحوا يزوروا قرايبهم الموتى في الغرب، لأن كانت دايما المقابر بتاعة المصريين القدماء كانت بتبقى موجودة ناحية الغرب أو ناحية العالم الآخر. كان المصري عنده اعتقاد أن الشرق لما بتطلع من الشرق وتغرب للغرب، الشرق ده مكان الحياة والغرب ده مكان الموت والبعث. حتى عندنا العادة بتاعة زيارة المتوفين في الأعياد، دي عادة احنا ورثناها من المصريين القدماء. إذن هي متوارثة كمان من وقت الفرعنة بالظبط، أو المصريين القدماء، احنا دايما بنفضل استخدام المصريين القدماء. يعني يمكن فكرة ان احنا لما بنزور المتوفين احنا خدناها بالظبط من عيد الوادي الجميل وخدناها من العادات المصرية القديمة. قد ايه ده كان بيعمل يا فندم يعني حاجة خاصة، مش بس الترابط، يعني حضرتك اشرت لمساله الترابط ما بين الاسره كلها، الانتماء كمان لبلده اللي هو موجود فيها، يعني فكره الانتماء مش بس في العصر الحديث والدول الحديثه، ايام الفراعنه كمان او المصريين القدماء، قد ايه الاحتفالات دي والشراكه دي بينهم وبين بعض كلهم كانت برضو بتخلق عندهم الانتماء. ده حقيقي، يمكن المصري القديم كان عنده ولاء كبير جدا لدولته، كان عنده ولاء كبير للأمة بتاعته، كان الاحتفالات بتاعته بترمز لمدى ترابط اللي احنا اتكلمنا عنه. مش بس كده، احنا مش بس في ترابط ما بين العائلات وبين المجتمع بينه وبين بعض، في ترابط ما بينه وبين الموتى، ده احنا كنا لسه بنتكلم عنه. هو عايز زيارته ليهم، زيارته ليهم، هو عايزهم حتى وهم في العالم الآخر يحتفلوا معاه. قد ايه هو كان مرتبط بعيلته سواء العايشين او المتوفين. فكرة ان نهر النيل في عيد وفاء النيل بيربط مصر كلها شمال وجنوب، ده بيعتبر الشريان الرئيسي الاستراتيجي اللي بيربط مصر كلها، وبالتالي كان الاحتفال بيشمل البلد كلها بكل احتفالاتها بكل اقاليمها. وبالتالي ده خلى المصري القديم عنده نوع من التمسك بعاداته وبتقاليده على مستوى الدولة كلها، وبقى فيه ترابط
أو مركزية مصر شهدتها، كان ما فيش أمة في العالم أو أي حضارة شهدت المركزية اللي كانت موجودة عند المصريين القدماء. إذا نقدر نقول الأيام المصريين القدماء لو بنتكلم عن أكثر عن شمال نسيم، هو كان عندهم الفسيخ والملانة والبيض والبصل، الرنجة ما كانتش موجودة في الموضوع أعتقد. كانت موجودة بس ما كانتش شايعة قوي، يعني كان عندهم البول، يعني ثبتت برضو أو يعني كان في حاجة وضحت منها يعني؟ كان عندهم أسماك كتير كانوا بيحبوها، يعني البوري كانوا بيحبوه جدا، البولتي كانت من الأسماك اللي بيحبوها جدا. كان في أسماك ما بيحبوهاش زي القراميط، دي كانت من الأسماك المحرمة وكانت برضو مرتبطة باعتقاد ديني. ليه بقى السبب؟ شوف أي حاجة مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة لها اعتقاد ديني، لا حبوها ولا كرهوها لمجرد الهوى، كان لازم بيعملوا لها ارتباط ديني. في الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزوريس أو أوزير، الأسطورة لكل الناس عارفاها، الصراع ما بين أوزير أو أوزوريس وأخوه الشرير ست، إن هو لما قتله قطعوا ل 42 جزء ونطر كل أجزائه في الأقاليم المصرية القديمة. فقيل إن سمك القراميط كانت بتطلع عشان تاكل جثة أوزير، فده اللي خلى المصريين يكرهوا سمك القراميط ويحرموه على نفسه. حتى الآن في ناس ما بتحبش تاكل، ما يعرفوش ليه، ولكن ده مردوده للأساطير المصرية القديمة. كل حاجة احنا بنعملها مرتبطة بحضارتنا القديمة. هل في حاجات تانية كانت مرتبطة برضو بالاحتفالات عند المصريين القدماء ما زلنا احنا هنا بنعملها بغض النظر بقى عن القرابيط في الموضوع؟ هل في حاجات تانية في احتفالات تانية مختلفة غير شم النسيم؟ شوف عندنا فكرة الكحك مثلا، الكحك وارتباطه بالعيد الصغير رغم ان هو عيد اسلامي عيد الفطر، ولكن فكرة الكحك المصريين القدماء كانوا بيحبوا كحك جدا وكانوا بيصنعوه وبيربطوه بالمعابد المصرية. فكرة الصوم، المصريين القدماء كان عندهم الاعتقاد في الصوم، كانوا بيصوموا ما بين 7 أيام و 42 يوم في الصيام. فكرة المأكولات اللي بيحرموها زي اللي احنا قلنا عليها، فكرة الامتناع عن أي أعمال إجرامية أو أي أعمال مشينة تقربا للمعبودات، وبالتالي احنا هنلاقي حتى تشابه في العبادات بتاعتنا ببعض العبادات المرتبطة بمصر القديمة. الاحتفالات، الأعياد، هنلاقي تفاصيل زي فكرة الكحك، فكرة الفسيخ والسمك، الخص والبيض والبصل، هنلاقي الأزياء، فكرة ان احنا بنحب نلبس جديد. المصر القديم كان عنده موضة وأزياء العالم كله كان بيقلدها. الكتان المصري القديم اللي احنا كنا لحد وقت قريب بنصدره، والقطن، القطن ده كان بيعتبر من اهم المنتجات المصريه، وبالتالي فكرة وما زال ده حقيقي. الموضه المصريه القديمه على مستوى العالم كانت بتعتبر من اهم مظاهر الاحتفال في مصر القديمه، وما زال حتى الان بعض بيوت الازياء وغيره بياخدوا يعني بعض على الأقل من الأشكال الموجودة في الملابس اللي موجودة على الجدريات بالنسبة للمصريين القدماء وبيدخلوها ضمن التصميمات. بالضبط، يعني الحضارة المصرية القديمة أبهرت العالم لحد دلوقتي، في تأثير كبير حتى في مفردات الحضارة، بعض الرموز بنلاقيها موجودة زي ما حضرتك قلت. أنا معنا حتى يا فندم صور يعني الشياكة وبساطة الشياكة. بالضبط، شياكة البساطة، بيعتبروه عيد لازم يلبسوا، لازم يتجملوا، لازم يطلعوا في أبهى صورة، لازم كل هدومهم تكون على أعلى مستوى. هلاقي مناظر المأكولات. ده يا فندم إيه ده؟ أكل؟ ده أكل الشمال ده؟ ده أكل، دي مجموعة من المأكولات. هنلاقي بقى إيه آخر حاجة تحت؟ هنلاقي العنب، هنلاقي العيش. هنلاقي العيش ده كان من أهم العناصر الموجودة في المائدة المصرية القديمة على كل المستويات. وحتى فكرة الخبز، وإحنا برضو ما زال حتى الآن يقول لك ده عيش وملح، ده عيش وملح. فكرة الخبز وأنواع العيش، هنلاقي العيش البتاو، العيش اللي موجود في الصعيد، إحنا ورثناه من مصر القديمة. وبالتالي حتى المفردات اللي إحنا نستخدمها في الأكل والشرب سواء مرتبطة بالأعياد أو غيرها، إحنا خدناها من المصريين القدماء. طب دي يا فندم، دي فكرة ارتباط المائدة بالقرابين، ازاي ان هو بيرش المية المقدسة عشان يطهر القرابين اللي بيقدمها للمعبودات. فكرة البخور، البخور دي كانت من العناصر المهمة جدا اللي هو كان بيستخدمها عشان يتقرب بيها للمعبودات بتاعته. احنا لحد النهاردة كل يوم جمعة لازم نولع بخور قبل صلاة الجمعة. بالتالي ارتباطنا بالبخور ده برضو ارتباط بالحضارة بتاعتنا رغم اختلاف العقائد. هنا في بقى جدارية الأكل واضح أكتر فيها. دي بالضبط، هنلاقي فيها سمك، هنلاقي فيها فراخ، هنلاقي فيها عنب.
انا عندي فضول قوي اعرف ايه المدور اللي تحت شبه كور شبه ده الكور. عيش برضو ده نوع من انواع العيش. هنلاقي فكره اللوتس اللي هو بيقدمه كنوع من القربان. وزهرة اللوتس دي كانت تعتبر من اهم الزهور اللي هو كان بيعتمد عليها في التزيين وفي القرابين. يعني كان كل حاجه ليها دلاله مش حقيقي. مجرد مش اعتباطا يعني نهاية. هو بيقدمها مفيش حاجه في الحضاره المصريه او البط البط اهو دي عمليه صيد البط وكان من اهم الرياضات اللي كان بيحبها المصري القديم وكان البط والوز من اكتر الماكولات اللي بيحبها على المائده بتاعته. وفي طيور تانية يعني انا شايف في طيور تانية فوق مش عارف التسميه بس هو مش بط يعني في فوق او حاجه تانية في طيور اللقلق وفي الهدهد وفي الوز يعني هو الطبيعه المصريه مدت المصريين القدماء بكم كبير جدا من الطيور والاسماك والنباتات وبالتالي هو كان عايش في جنة مصغرة عشان هو كان كده بيعتبر ان مصر دي هي النظام وهي الانضباط والعالم اللي حواليه كله فوضى. هو هنا ده يا فندم ده بيصطاد هو بيصطاد وواقف عليه دي كانت رحلة صيد وهو هنا على قارب صغير من البردي. دي كانت بتعتبر من المناظر المحببة عند المصر القديم فكرة صيد الطيور كنوع من الرياضة اليومية اللي كان بيمارسها في الحياة اليومية كان ليها دلالة مرتبطة بالبعث والخلود. فبالتالي المنظر اللي هنلاقيه في المقابر ما كانش مجرد منظر بيعمله استعراضا لحياته اليومية بس لا ده كان ليه رمزية مرتبطة بالبعث والخلود في العالم الآخر. ده الكحك ده يا فندم؟ مش عارف لا مش بجتهد يعني لا دي تقريبا دي ثمرة فاكهة كانوا بيقدموها البنات لبعض في الاحتفالات. هنلاقي هنا منظر جميل جدا مشهور لمجموعة من البنات وهم في احتفالية وقاعدين بيأكلوا بعض. برضو ده بيخلق برضو يعني حاجة زي روح حلوة بينهم وبين بعض ده حقيقي نوع من المودة. هنلاقي الاحتفالات والعزومات في مصر القديمة كانت متقسمة لمجموعة من الطبقات ومجموعة من بنقول عليها ايه المجموعات كان ده دول خلاص اصطادوا دول اصطادوا وراجع بالبط او دول شايلين القرابين او شايلين المنتجات لصاحب المقبره او صاحب البيت راح يودوها له بيوروا له قد ايه هم بقى اجتهدوا وجايبين له الحاجه بتاعته. وقد يكون المنظر ده تقديم قرابين للمتوفى في العالم الاخر. احنا طبعا يعني احنا قلنا ان الحاجات دي كلها كانت بتبقى مع المتوفى في المقبره الخاصه بيه يعني بعض الامور كانت او بتتحط يا فندم في حاجات في سلال معاه في سلال وغيره يعني المعلومات دي سليمه بيسيبوها باعتبار البعث يعني بالظبط يعني كل واحد ومقدرته هيحط ايه في المقبره بتاعته. طبعا مع امتداد الوقت الاكل ده بيبوظ ولكن هو كان عنده ذكاء ان حتى لو الاكل ده باظ هو بيرسمه ويعمل له مجموعه من التعاويذ بحيث ان لو اتقرت الرسومات دي هتتحول لحقيقه. الفسيخ كان يعني لقوا حاجة منه ده كان صعب طبعا ان هو يحط المقبرة لانه كان هيضرب على طول هو كده كده اصلا يعني ده يعني كان صعب هو يعني كده كده مملح وهو يعني. عايش ان هو صعب هياكله فلو سابه في المقبرة هو اكيد يعني كأنه متحنط يعني ولا حتى في اماكن مثلا تانية تم العثور عليها بعيدا عن المقابر مش بشكل من أثار مثلا موجودة مش بشكل كبير جدا ما كانش منتشر يعني احنا عرفنا اكتر الاكلات والوجبات من مقبرة توت عنخ آمون. عرفنا الملك ده كان بيحب ياكل ايه دي اهم مقبرة في تاريخ مصر القديم في حياتنا بالزبط. كلها بالظبط رغم انها كانت صغيرة جدا ولكن فيها كم كنوز اكتر من 3500 قطعة اثرية جمالية ما بين حلي وبين تماثيل وبين صناديق فيها مجموعة من المجوهرات ساب لنا الأكل اللي هو كان بيحبه إيه كل متعلقات الشخصية يعني. كل شيء ساب لنا الأكل ساب لنا البط والوز ساب لنا البصل عرفنا هو كان بيأكل إيه عرفنا كان بيلبس إيه عرفنا الحلي اللي كان بيلبسه كان عبارة عن إيه يعني حتى الشيء بالشيء يذكر ودي دعوة مننا هيكون في جناح خاص لتوت عنخ آمون والمقبرة توت عنخ آمون يتم عرض كل تفاصيلها لأول مرة هتكون موجودة في المتحف المصري الكبير ده بالظبط يعني دور المتحف المصري الكبير هيكون النجم بتاعه توت عنخ آمون ممتاز. هل في أي احتفالات نقدر نقول كان فيها برضو أكل بعيدا عن السمك كان بيكون البطل فيها هو الأكل المأكولات غير السمك؟ شوف كل الاحتفالات في مصر على امتدادها لازم الأكل يكون هو البطل بتاعها. فكرة الوز والبط دي كانت من المأكولات المحببة عند المصريين نقول الخماسي خماسي ده الخماسي الأساسي من ضمنهم البط وفيه السمك ولكن ده للطبقات العليا اللي بتقدر بقى ان هي تصطاد او يقدروا ان هم يكون عندهم مزرعة بط او وز ولكن دي بتبقى عند الطبقات العليا.
فكرة الاحتفالات ان المصريين كانوا بيحبوا دايما يعملوا احتفالات، فكرة ان هم يعزموا اصحابهم يعزموا حبايبهم دي منتشرة جدا في الحضارة المصرية القديمة، وكان دايما المجتمع المصري القديم مجتمع محافظ، هنلاقي في المقابر مناظر للرجالة هم قاعدين بيحتفلوا ومناظر للستات. احنا هنا شايفين بنات بياكلوا بعض بالظبط، ده هنا في يعني نوع من الخصوصيه، نوع من الخصوصيه، كان في اوض، اوضه للرجاله واوضه للستات واوضه للمتزوجين رجاله وستات يقعدوا مع بعض، وبالتالي المجتمع المصري كان بيحافظ على العادات والتقاليد اللي احنا بنحافظ عليها لحد دلوقتي. هل اختلفت الاحتفالات من اسره لاسره في عهد المصريين القدامى؟ ما اختلفتش بشكل كبير، ولكن نقدر نقول انها تطورت، يعني فكره انواع الماكولات تطورت من اسره لاسره، فكره الازياء اختلفت من اسره لاسره. طبعا مع الدوله الحديثه وعصر الامبراطوريه المصريه لما مصر انفتحت على العالم ابتدت ان هي تجتذب كل الحضارات وكل الثقافات، وبالتالي ده طور من الشخصيه المصريه واثر في المائده المصريه. عرفنا مأكولات جاية لنا من بره، من الشام ومن بلاد النهرين، عرفنا أزياء مختلفة، وبالتالي ده خلى المصري يندمج مع حضارات العالم القديم اللي كانت معاصرة لي. ردود فعل السياح يا فندم ومع احتكاكات حضرتك لما بيشوفوا الحاجات دي، لما بيشوفوا مثلا خلينا نشوف موضوع شام النسيم، رد فعلهم ايه لما بيشوفوا حاجات زي دي؟ هم عندهم بره عيد مشابه اللي هو عيد الفصح الغربي اللي هم بيسموه الايسترن، ولكن فكره ان هم يلاقوا المصريين بيخرجوا بالاعداد الوفيره دي وارتباط العيد ده باصول قديمه ده شيء مبهر. يمكن اي حضارات احنا بنشوفها تاريخها لا يتعدى ال 1000 سنه، احنا بنتكلم على 7000 سنه، نتكلم على جذور حقيقيه، ما فيش حضاره في العالم او دوله في العالم ليها الجذور وليها الاصول دي. يمكن احنا بنعتبر نفسنا دوله عظمى في التاريخ وفي الاثار، عندنا مجموعه كبيره من العادات والتقاليد بنتوارثها جيل ورا جيل وقرن ورا قرن احنا بنعيشها لحد دلوقتي، الاكل والشرب والازياء والاحتفالات، فكره زياره الموتى زي ما كنا بنتكلم، تفاصيل صغيره احنا بنعيشها واحنا مش عارفين هي جايه لنا منين. ولكن لما نيجي بعض الامور النهارده يعني حضرتك وضحتها لنا ليها اصل فرعوني غير كمان موضوع شم النسيم، فيعني ده شيء مهم جدا، فرصه ان بنتكلم عن شم النسيم نتعرف على بعض التفاصيل الخاصه بيها يعني. ده حقيقي، بنكتشف ان احنا بنرجع لاصولنا القديمه وبنفتخر بيها وبنعيشها من غير ما نحس. على ذكر بقى الاصول وحاجه زي كده، في وسط كلامنا اتكلمنا عن عيد برضو كان للنيل، وفاء النيل، نتعرف عليه بسرعه لان ما ينفعش ان احنا نعديه كده بدون ما نتعرف عليه. ده عيد متوارث مصر بالظبط بالظبط، يعني تقديس مصر للنيل ده خلاه يحتفل بالنيل بشكل كبير، خلاه يعملوا رمز اللي هو حابي معبود النيل اللي احنا رسمينه على الخمسة جنيه، وبالتالي هو كان عنده تقدير كبير لنهر النيل، كان بيطلعوا الناس يحتفلوا على ضفاف النيل. فكره بقى عروس النيل دي خرافه ملهاش اي حقيقه، وفكره ان هم بيجيبوا ان هو بيرمح يعني كقربان طبعا دي حاجه مستحيل المصري القديم يعملها، دي حاجه خرافيه، المصري القديم كان بيقدر النفس البشريه وبالتالي مستحيل ان هو يرمي بنت صغيره في النيل عشان يرضي النهر، وكان بيرضيه ازاي؟ ان هو كان بيحافظ عليه، ما كانش بيرمي فيه اي قاذورات او اي مهملات، كان بينظفه باستمرار، كان بيطلع على ضفافه ويحتفل، كانوا المصريين بيطلعوا ياكلوا ويشربوا ويحتفلوا على ضفافه. القسم اللي هو قاله في كتاب الموتى انا لم الوث ماء النيل دلاله على احترامه لنهر النيل. مهمه جدا المعلومه اللي حضرتك اشرت اليها يا فندم، مساله ان عروس النيل والتضحيه بروح وبنفس بشريه ده شيء مغلوط تماما، ما عمره ما حصل بالنسبه لنا هنا في مصر. هو الفيلم بتاع عروس النيل هو الفيلم بس ربما يعني ايه رسخ بالظبط، هو فيلم لطيف ولكن للاسف يعني ورى الناس معلومه مش حقيقيه، المصريين عمرهم ما كانوا بيضحوا، هو كده كده هي عمرها ما كانت هتجيله يعني من ايام الفراعنه حقيقي عمرها بالظبط، ولا في عروسه اترمت ولا كده، انا اعتبر فيها خيال يعني خيال جميل ولطيف كده، هو فيلم جميل بالظبط دي حقيقه. تمام، بالنسبه لشام النسيم وبرده واحنا بنتكلم عن الاسماك، هل كان في اكلات بتعامل معامله الفسيخ في الاعياد غير الفسيخ والبط وغيره؟ هل كان في اكل مميز تاني كده غير السمك والبط؟ الرنجه والفسيخ كاسماك كانوا بيعتبروا من الاسماك المهمه عند المصري القديم. فكره الثوم والبصل دول كانوا اساسيين في اي مائده مرتبطه بمصر القديمه عند كل الطبقات، العيش ده بيعتبر اساسي
في كل الطبقات. يمكن أكتر اكتشاف إحنا عرفنا فيه المصريين بيحبوا إيه مقابر العمال بناة الأهرام. الاكتشاف المهم اللي احنا اكتشفناه سنة 90-91 لما عرفنا إن اللي بنى الأهرامات المصرية في الجيزة عمال مصريين. دول كان ليهم زي قرية. كان ليهم يعني قرية كاملة مخصصة وعايشين فيها. بالضبط. عرفنا بقى أصرهم. كم كبير هما بياكلوا إيه. عرفنا المنيو اللي هم كانوا بيعتمدوا عليه يوميا واسبوعيا، لان اطنان من بقايا السمك، اطنان من بقايا عظم الفراخ واللحمه، ودي كانت مفاجاه ازاي ان احنا بنلاقي ان العمال دول كانوا بيتم تغذيتهم على اعلى مستوى عشان يقدروا يبنوا الهرم. بالظبط. دي حقيقه، يعني مش مجرد اتجابوا بالصخره زي ما الناس بتدعي، وده اعتقاد خاطئ تماما، ودي من ضمن المغلوطات برضو. بالظبط. لا، كنا بناكلهم لحمه وفراخ باطنان كبيره جدا، وده دلاله على ان المصري القديم كان بيهتم بكل الطبقات وبالتغذيه بشكل عام. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الدكتور شريف شعبان الخبير الاثري، شرفتنا ويومك سعيد. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير. شكرا جزيلا ليك يا فندم. لسه معاكم في يوم سعيد، فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. لسه في احتفالنا مع حضراتكم في يوم سعيد بشام النسيم. طبعا في الفقره اللي فاتت كنا بنشوف المصري القديم ازاي كان بيتعامل مع شام النسيم واحتفالاته ومظاهر احتفالاته بشام النسيم. في امور مشتركه طبعا في موضوع الاكل، ولكن مع الزمن الموضوع اتطور بالنسبه للاحتفالات، بدات تدخل التلوين والابداع في حاجات زي الصلصال وغيره، دي اللي هنشوفها بالتاكيد دلوقتي. عندنا تلوين البيض بالالوان المبهجه، الاطفال دايما بيكون ليهم ابداع ولمسه مختلفه جدا، وبيحبوا ان هم يستغلوا اي مناسبه ليها علاقه بالرسومات والالوان عشان يقدروا ان هم يخرجوا الطاقه اللي موجوده عندهم، طاقه سواء بالنسبه لطاقتهم او للابداع الموجود جواهم ان هم يخرجوه في مناسبات زي دي. فبالتاكيد ده مطلوب خاصه في عصر الموبايل وغيره من الاجهزه اللي بنتمنى يعني ان احنا نحاول نقلل من ده على قدر الامكان. معانا النهارده ومشرفانا الدكتوره اميره كامل استشاري تربوي، ومعانا كمان الطفلتين لارين وهنا. اهلا بيكو. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. لارين مظبوط وهنا. اهلا بيكو. قبل بس ما ابدا مع حضرتك يا دكتور، انتوا بقى ايه الحاجات الكتير اللي معاكم دي بنات؟ طيب ماشي. اول حاجه طبعا احنا عايزين نحتفل بشم النسيم بشكل مختلف، تمام، بس في نفس الوقت عايزين يبقى في كده جو مبهج في شم النسيم يعني. فاحنا ممكن نجيب الصلصال، يعني الصلصال بقى اي لون صلصال، ومثلا فروع الشجر اللي هنا دي بعد ما هنلونها هنحط كده كده بالصلصال الحراري، هنحطهم هنا ونسيبهم ينشفوا. تمام. انا هسيبك تعملي كل الكلام ده واحنا بنتكلم بقى مع ماما يعني. ماشي، بس قولي لي بقى ايه الحاجات التانية مثلا انت معاكي ايه كمان حاجات هنلونها موجود برضه. في حاجات البيض بتكوني مسؤوله عنها صح كده، ان انت يعني دي عهدتك ان انت لازم كل واحده هتلون حاجه معينه. ايوه بالظبط. وبرده البيض يعني احنا قلنا بقى مش هنجيب بيض حقيقي، جبنا بيض بلاستيك كده، بس احنا طبعا هنشكله برده بالصلصال. تمام. هيبقى معانا ايه كمان؟ الازايز دي فيها ده ورد، انتوا هيتلونينه قولوا بقى. يلا يا لارين يعني ده هنعلق الورق فيه عشان يكون شكله يعني زينة حلوة. لارين انت صاحبة هنا، تمام؟ صاحبتها وبتتعلمي مع دكتور، بتتعلموا مع بعض وبتشوفوا الحاجات دي. جميل. وكده الصلصال والورد اللي موجود، وهنشوف رسوماتكم. هسيبكم بقى تدعوا مع نفسكم واحنا قاعدين معاكم يعني. دكتوره برحب بيك يا فندم. اهلا بيك كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهميه ان الاطفال يعني يمارسوا المواهب اللي زي دي في يوم زي اللي احنا فيه في شم النسيم. طبعا احنا عندنا كل سنه وكلكم طيبين، ربنا يعود علينا دايما وعلى مصر الايام بخير. بالنسبه للاطفال طبعا بيحتفلوا ويحبوا يعني ينشروا البهجه في فكرة الاحتفال بالأنشطة بشكل مختلف. سواء بقى بره البيت أو جوه البيت، إحنا إزاي ممكن نخلي ولادنا يبقوا مبسوطين، سواء بقى اللي لسه بيمتحنوا، إحنا عندنا لسه ولادنا كبار لسه بيمتحنوا، وولادنا الصغيرين اللي خلصوا امتحانات. ولادنا الصغيرين اللي خلصوا امتحانات يعني المتسع مفتوح قدامهم، يخرجوا بقى في الجناين وفي الأماكن المفتوحة. نتكلم مع الولاد قبل ما نروح مكان مفتوح إزاي يركزوا على درجات الألوان بتاعة الورود، درجات الأشجار، و
واشكال الشجر، وازاي ممكن ان احنا نستخدم من الطبيعه اللي حوالينا ونعمل نشاط فني. يعني في حاجه كده ممكن نعملها مع الولاد لو احنا بره البيت واحنا قاعدين في جنينه، ان احنا بنجمع اوراق الاشجار، بنديهم تايم معين ونقول لهم جمعوا لي اوراق اشجار بشكل مختلف، ويبقى معايا ورق ابيض وبيكونوا بشكل غير محدود اشكال لا نهائيه من الورق الشجر ده يلزقوه على، يعني هتعمل شكل معين باستخدام ورق الشجر بالظبط كده، ده على ورق ابيض زي على ورق ابيض، ده اسمه الرسم باوراق الشجر. بتاخد الاوراق الشجر دي وبيعملوا رسومات لا نهائيه بقى، يعني في حد بيتخيل ارنب، في حد بيتخيل بنوته وده فستانها، في حد بيقعدوا بقى يتخيلوا. هنا اولا انا منعتهم عن فكره القعده على الموبايل، فمنعتهم عن فكره ان احنا زهقانين ومتضايقين وطفشانين، فبنبدا نشوف ايه اللي موجود في الطبيعه ونطوعه لينا. ثالثا ان انا بنمي عندهم الكرياتيفيتي، فكره ان انا اخلي الطفل يبقى مركز على حاجه معينه خلال الخروجه، ده بتخليه يحس ان هو انجز شيء في خلال الخروجه بالظبط. روح الابداع نفسه، خاصه مثال زي اللي حضرتك قلتيه، هو هنا بيعمل الابداع والطاقه بتاعته من الطبيعه اللي هو موجود فيها اصلا في الخروج كده. والاماكن المتنزهات كمان عندي ان انا ممكن ازاي استخدم الموبايل بطريقه مختلفه، اقفل الداتا مثلا والالعاب بتاعته واقول له انت هتركز على الكاميرا بس، هتلقط لي في الكاميرا دي النهاردة شكل الشمس، شكل الحيوانات اللي موجودة في الحديقة، ايه اكتر حاجة هتلفت انتباهك النهاردة موجودة باللون الاحمر. فيبدأ ان انا هنا عملت كمان تعزيز ايجابي، ان انا اديته الموبايل، كافئته هو، اديته الموبايل اللي هو بيحبه، وكمان خليته يركز على حاجة معينة انا محتاجة منه ان هو يركز عليها عشان ويتعلم، عشان ما يحسش ان انا حرمته من حاجة برضه بالظبط، نفسيته برضه جانب أيوة. نفسي يعني بطوع الحاجة اللي الطفل بيحبها وبدخل من مدخل بتاعه، بس بعمل حاجة انا اللي ببقى عايزاها في الاخر، هدف خاص بيا انا مع الطفل وبزود عنده كمان فكرة الانتباه والتركيز. تمام. لارينو هنا انتوا بتستخدموا ده صلصال؟ ده صلصال يا لارين اللي انت بتعمليه؟ معلش اصل انا هنا مش جايبه. قول له قولي له الصلصال ينشف في الهواء، وايه ده فكرته غير الصلصال الطبيعي يعني؟ هو احنا لما نخلص هنسيبه لحد ما ينشف وبعدين يعني نوريه لحضرتك. تمام، انا منتظر اشوف يعني بوادر جميله جدا. على ذكر الصلصال يا دكتور، حضرتك قلتي ان الصلصال بيبقى ليه انواع، ازاي اختار نوع من الصلصال ما يضرش البنات وهما بيستخدموه؟ طيب احنا عندنا نوعين من الصلصال، في الصلصال العادي اللي انا بعمل بيه اشكال وهو بيرجع تاني لطبيعته، وفي عندي النوع اللي هو زي الصلصال ده اللي هو الصلصال الفوم، بعد ما بيتشكل ويتسف الهواء بينشف. مهم جدا وانا ببقى بدي للطفل، الاطفال الصغيرين الاصغر سنا بيبقى مناسب معاهم اكتر الصلصال المنزلي، ودي بقى من سن كام لسن كام؟ من سن تقريبا 3 سنين لحد سن 6 سنين ده يقدر يستخدم الصلصال المنزلي. الصلصال المنزلي الام تقدر تعمله في البيت عن طريق الدقيق والملح وتعمل عجينه وتحط عليها الالوان طبيعيه، الالوان الطبيعيه بقى اللي زي ما احنا ايام زمان كنا بنلون بيهم البيض، فكره الكركديه يديني درجه معينه، فكره الكركم يديني درجه معينه، الحاجات اللي موجوده البن تعملي درجه لون. فانا هنا ممكن اعمل عجينه منزليه مده صلاحيتها في الثلاجه عندي تقعد 3 4 ايام، الطفل يخرج فيها الابداع بتاعه، بعد كده باخدها وهنا بقى اتجنب من اي مشكله حاجات كيميائيه تكون تاثر كده على بشرتهم. هل في طريقه معينه سريعه بس نعرفها، ولا ممكن بقى الستات يدخلوا على الستات؟ لا، هي زي ما بقول لحضرتك، هي فكره انه دلوقتي طالع النوعين بقى، الصلصال اللي هو المنزلي ده بيبقى دقيق وملح وخل وبيتعجن كده بالميه، المجرد ما يمسك خلاص هو كده ايه، خلاص بقت عجينه في ايد الطفل. احط ليه خل وملح علشان تقدر تقعد معايا وقت اطول ما تبصش، لان ده في الاخر دقيق. طب النوع ده، النوع دوت، النوع دوت ده النوع الفوم، ده نوع جديد طالع ممكن اي حد يستخدمه. الفكره فيه بس ان هو لما بينشف بيفضل ثابت على الشكل بتاعه، يعني هو الاستخدام مره واحده، استخدام مره واحده، بس طبعا هيبقى المجسد اللي انا عملته مجسم محتفظ. دلوقتي بيجيبوا مرايات وبيعملوا حواليها الورود، انا طبعا بس الوقت كان مش مسعفنا، وممكن كمان زي ما قلت حضرتك يجيبوا رسومات، الرسومات مش بس للتلوين العادي، لا احنا نخلي الرسمه 3 دي عن طريق الصلصال الفوم. طبعا، لان الصلصال فوم زي ما هنشوف دلوقتي. حضرتك شايفين. هتشوف ان شاء الله. تمام. طب ايه دي الاصفر ده عشان بس حضرتك توضح لنا الحاجه؟ مفيش مشكله، احنا ده زي ما احنا عارفين، احنا دايما في شم النسيم كنا نحب نسلق البيض ونلون البيض ونعمل الحاجات بتاعتنا دي في البيت. طب لو انا بره البيت ومش هجيب مثلا او مش متاح عندي اعمل ده، او البيضه خايفه تتكسر من الولد يوسخ الدنيا، الكلام ده كله دلوقتي بقوا بيعملوا بيض بلاستيك
بأشكال مختلفة، وبرضو الطفل يقدر يعمل كل الإبداعات عليه. نقدر نحط عيون متحركة، نقدر نحط بالصلصال عيون، نقدر نلبسه توكة، يعني أشكال بقى متنوعة في فكرة إن إحنا إزاي بنربط البيض، يعني هو يطلع برضو الإبداع بتاعه بس عليه من بره بشكل مختلف. بالظبط كده. كمان عندنا في حاجة كده حسية قوي عند الأطفال، بالذات ليه بكلم على موضوع الصلصال، لأن فكرة التكامل الحسي عند الطفل بيبقى دايما فكرة زي الاسترس. يعني إحنا دلوقتي لما كبرنا يقولك امسك كرة الاسترس لما تبقى حاسس بضغط وتقيه تضغط عليها. هو بقى يمسك الصلصال، هو هيمسك الصلصال. بالظبط كده، هيخرج استرس، هيبدأ يبقى عنده تركيز أقوى. ثانيا هيبقى عنده حس فني لاختيار الالوان اللي ممكن يخلطها على بعض او يظهرها معاه من خلال الرسمه بتاعتنا. حضرتك قلتي في كلامنا عن موضوع الموبايل، وان علشان ما يكونش فيه حرمان ممكن يستخدمه، ولكن بضوابط معينه، على الاقل ان انا اقفل النت او غيره. هل في باعتبار ان مش هقدر ان انا امنع فكره الالعاب؟ اكيد. خلينا عمليين، هل في العاب وحضرتك يعني كاستشاري تربوي ممكن ان انا استفيد بيها واستغلها الطفل، انمي عنده مهاره برضو، لان مش هقدر امنعه؟ اكيد. في العاب بتبقى على الموبايل مثلا، هي بتبقى جزء من اللعبه، زي السبينر. السبينر دي حاجه بتلف كده على الموبايل، وبيبقى فيه سهم، ومثلا بيبقى مجموعه من الاطفال ويبداوا يدوسوا على السبينر، فالسهم بيجي على اتجاه معين من الايه، من الولاد اللي موجودين، بيطلب منه السبينر دوت الكارت، بيكون انا بطلب منه اوردر معين او بطلب منه رقم معين. تمام. طيب بعد ما بيطلب الرقم ده، فببدا اقول له الرقم بيطلب منك انك تنط 10 نطات، هتعملهم ولا يتعمل عليك حكم؟ تمام. فانا هنا استخدمت الموبايل، هو معانا الموبايل اهو، مش شايلين الموبايل خالص، انا مش منعاك، لا 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 خالص، برضو معاك الموبايل، معانا الموبايل، ولكن انا زي ما قلت حضرتك كده بوظف للي انا عايزاه. هو طفل حركي مش هيقدر يقعد وقت طويل، حتى لو انا مدرسه جوه الفصل وعايزه اعمل لعبه لطيفه من وقت للتاني ممكن اعمل اللعبه دي، عايزه اميز المتفوقين والمتميزين وخليهم يحسوا ان انا بشجعهم ممكن استخدم الموبايل، اقول له عندك، اجيب مثلا صفحه متقسمه الوان وابدا ادي كل طفل منهم لون، واقول له اللون ده انت بتشوفه فين في حياتك، اشكال، كل دي حاجات على الموبايل، هو بيختار من ضمن الرسومات عندي او من ضمن الالوان اي حاجه هو محتاج. ان هو يعني الفكره هنا احنا اللي بنخلق الالعاب زي ما قلت لك، زي احنا موافقه للهدف اللي انا عايزه ابني، يعني انا اوظفها. أيوة، انا اقدر بالزبط. ان انا اوظفها وهي موجوده. طب بعض الالعاب بيكون موجوده بتنمي الذاكره وبتخلي عنده القدره ان هو مثلا للتركيز، يعني يقدر ان هو مثلا يبقى فاكر اللون هنا كان، اللون كان هنا، ارقام بالزبط. انا ساعات بعملها. ايوه. تنفع الاطفال ازاي استغلها؟ لو انا عايزه استغل الموبايل في اللقطه دي، انا ممكن انزل الصوره اللي هي بتبقى ما بين صورتين وفي ايه الاختلافات اللي ما بينهم. تمام. دي ممكن ان احنا نعملها. لعبه ثانيه هي فكره اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي صوره الذاكره. هي دي ممكن تبقى بوري الطفل مجموعة من الصور على قدر سنه، كل ما كان سنه صغير بوري له صور أقل، كل ما كان سنه أكبر بزود عدد الصور. مثلا بوري له براد وكوباية وعصفورة، وابدأ أقول له قدامك ثانيتين وهتقول لي إيه اللي كان في الرسمة. تمام. وبزود عدد الصور اللي موجودة عندي وأشوف الذاكرة بتاعته بتحتفظ بالمعلومة مدة قد إيه. ده مش بس بيخليني احفز لي ان هو ينمي عنده الذاكره، ولكن بيزود مده الانتباه والتركيز، وده اللي احنا بنشتكي منه من ولادنا. لما بقول ابني بيتشتت بسرعه، ابني ما بقاش قادر يقعد على يعمل واجب او يعمل اي حاجه مطلوبه منه بشكل كبير، بيقوم بسرعه، بيتحرك كتير، الحاجات دي مع الوقت بتزود مده الانتباه والتركيز. حضرتك تكلمينا اكتر عن الورش اللي حضرتك بتنظميها وبتعمليها علشان الاطفال برضو في غير شم النسيم يحسوا برضو بالطاقه ويفرغوا الطاقه اللي موجوده عندهم في حاجات كتير زي اللي احنا شايفينها، وزي ما حضرتك قلت يعني مش كل الحاجات، احنا حاولنا ان احنا نستعرض بعضها بس عشان شم النسيم. انا بحب دايما اوجه رسالتي للام، انا بعمل ورشه بس انت كمان تقدري تعملي ورشه عندك في البيت. انا بنمي مهاره وبعمل نشاط، انت كمان تقدري تعملي نشاط وتعملي حاجه عندك في البيت.
الورش اللي انا عملتها، انا كنت بادئه بحاجه اسمها ورش السبع صنايع، عملت كده سبع حاجات، ولكن هو ما شاء الله لا قوه الا بالله زادوا جدا ما بقوش سبعه. ممتاز. هدفي فيهم ان الطفل يجي يعمل نشاط وفي نفس الوقت ياخد فاليو او ياخد قيمه، مش بس مجرد يجي يلون او يرسم. وهي دي فكره الورشه، هو ده اللي خلاني اطلقت عليها اسم ورشه. هو مش بس بيسمع او بيتلقى، لا هو عنده كمان قيمه في نهايه الموضوع بتاعنا. اتقسمت المهارات بتاعتي، انا عندي الطفل، في طفل حركي، في طفل عنده ذكاء لغوي، في طفل عنده ذكاء بشكل طبيعي، كل انواع الذكاءات، سبع انواع من الذكاءات قسمت عليهم الورش. فبدانا نعمل قوالب الصلصال بنفسنا، جبنا الصلصال اللي هو الباودر والميه والقوالب، وبقى كل واحد بيختار وممكن نضيف ايه على الصلصال دوت، على على الجبس دوت عشان نطلع اشكال، وازاي توظف دي انها تبقى هديه لحد بتحبه. فبدانا نربط ده بده، عملنا ورش الشمع كمان، دي كانت بنحب نحط فيها درجه لون مختلفه من الالوان الشمع اللي بتبقى بس موجوده، بس طبعا اللي يكون مناسبه لمرحله عمريه معينه. بالظبط كده. بالظبط، احنا كل الورش بتاعتنا بتبقى مناسبه للفئه العمريه. كل ما كانت الفئه العمريه اصغر طبعا بنحرص على السلامه والامان، والولاد ما تبقاش بتحط ايديها في حاجات فيها خطر او كده. جميل. مفيش صح ومفيش غلط في الورش بالذات. ازاي يعني؟ ما افضلش اقول للطفل لا 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 غلط، ما تعملش دي، لا 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 استنى اصبر. اسيبه اديله المساحه بتاعته، واديله خطوه او خطوتين، واسيبه يعني اسيبه ياخد مساحته، وهو ماشي بياخد تاني ادوات يشتغل عليها بعد ما اتعلم. مفيش صح ومفيش غلط في الابداع، يعني مش لازم تقول للطفل لون الشجر اخضر، هو شايفه لون تاني، سيبه يبدع، في الأمثل، سيبه يطلق. يعني يطلق العنان للابداع بتاعه. فدايما بحب اقول الشعار بتاعنا مفيش صح ومفيش غلط في اللعب، احنا بنلعب، احنا في الاخر عايزين نتبسط، احنا في الاخر عايزين نخلي ابني جريء في فكره ان هو يجرب حاجه جديده. في طفل تلاقيه انهار لو حاجه باظت من ايديه، مش بتحرك بتشوف ده يعني؟ لا في كتير، في كتير غير قابل ان هو حاجه بتفشل منه، لا انت بتجرب مره واثنين لحد ما تخلص ايه الابداع بتاعك. في ورش بقى بتميل اكتر انها تبقى بناتي، زي الاساور والاكسسوارز اللي الولاد البنات بتعملها، الحاجات اللي بتتلبس في الايد وفي الودان، وفي شويه حاجات ممكن ازاي نوظفها انها تبقى اولادي، نقول له هتعمل ميداليه، هتعمل سبحه، هتعمل تعليقه للموبايل. الفكرة بقى ان احنا ازاي نخلي الورشة ممتعة، وازاي نحفز كل مراكز الطاقة عند الطفل. انا شايف لارين اللي هو الغطا البيضة اللي معاها عملته، وحاجة حلوة قوي بتاخد رأي هنا يعني، اقولها كده، وبياخدوا رأي بعض وبيتشاركوا الموضوع، يعني دي حاجة جميلة، ودي من ضمن الامور اللي بتعمل كمان ميزة، تعمل التواصل، يبقى الطفل عنده قدرة على التواصل، ونمي قدرة التواصل بينه وبين الأطفال. لأن بنشوف مشكلة كبيرة أحيانا الطفل بيبقى عنده حتة انعزالية بينه وبين الأطفال، ودي بتبقى الخطورة، إن هو منعزل عن الأطفال أساسا اللي في نفس المرحلة العمرية الخاصة بيه. بص حضرتك، الورش الفنية اللي الواحد بيشتغل عليها مع الأطفال زي ما قلت لك، هي مش بس ورشة فنية، هي جزء منها كبير قوي بناء شخصية للطفل. بناء شخصية يعني هيكتسب مهارة مش موجودة في مكان مقفول بيطلب منه حاجة محددة. بيتعلم المشاركة، بيتعلم ان هو يتقبل الاخر، ما ينتقدش حد، ما يتنمرش على حد، لو شاف حد محتاج مساعدة يساعد معاه. ده بيبقى احلى حاجة موجودة عندي في الورش بصراحة، وخصوصا لما بنخرج بره المكان المقفول. هل ممكن بيكون في انشطه مثلا بيقوموا بيها، بيعملوا الحاجات دي بره مثلا في جناين او بيت؟ احنا بنروح حديقه الازهر وحديقه الاورمان وكل الحدائق، وحديقه الحريه وحديقه عابدين، كل الحدائق المفتوحه اللي موجوده عندنا في انحاء مصر بنستغلها في فكره ايه بقى؟ اولا انا بعرض الطفل بتاعي للشمس فبياخد فيتامين دي. ثانيا ان انا بخليه يتفاعل مع الطبيعه، زي ما قلت لحضرتك احنا مش بس ممكن يبقى معانا ادوات، لا انا ممكن اوظف الطبيعه معايا جوه النشاط. ثالثا الطفل بعد ما بيخلص النشاط عارف ان احنا هنقوم نلعب وننطلق. رابعا الطفل اللي عنده ذكاء بصري بيصور صحابه وبياخد سيلفي، وانا كده عززت عنده فكره ان انت كمان موهبه في حد ذاتها، تستخدم الموبايل، التصوير ده موهبه. بالظبط، بيتعمل عليه كورسات دلوقتي، فانا استغل الطفل ازاي ممكن ان هو يصور صوره حلوه يعني اشيد بيه. في اطفال كمان بيعملوا فيديوهات من الصور دي، يعني بيبدا بقى يحط يقول لك انا هعمل مونتاج، كانه بيعمل مونتاج لليوم مع بعضها، يركب عليها مزيكا. بالظبط، ونختار مثلا اغنيه لطيفه جدا مثلا خلال اليوم لايقه على الموضوع بتاعنا.
جميل. فاحنا هنا زي ما قلت لأي حد حابب ان هو يخلي ابنه مش بس مبدع، لا ده انت كمان تبني شخصية طفل واثق من نفسه قادر يكون يبني او يجري حوار مع الاخر، اجتماعي اجتماعي، مش بس بيصاحب اللي في سنه في الفصل، لا ده ممكن يلاقي حد اكبر منه، حد اصغر منه. المهارات دي كلها بيكتسبها من خلال الورش. جزئية مهمة بقى يا فندم، يعني احيانا يا دكتور الناس بتشتكي يقول لك ابني عنده ميول اكتر ان هو بيصاحب الاكبر منه في السن، هل ده يعني جانب سلبي ولا هي حاجة كويسة برضو ان هو يكتسب خبرات ولكن بيكون مايل ان هو يصاحب الاكبر منه في السن واللي في نفس مرحلته العمرية يعني بعيد عنهم شوية؟ زي ما قلت لحضرتك احنا ما بقدرش اقول ان الطفل ده عنده مشكلة لمجرد ان انا شفت عنده حاجة مختلفة. طب اشوف ايه ما وراء السلوك. انا دايما اي سلوك بيظهر قدامي عند الطفل قبل ما الوم السلوك او قبل ما اقول ان السلوك ده فيه مشكلة ابدا اسال طب هو ليه عمل كده. ما يمكن انا ابني عنده تطلع او عنده فضول ان هو يبقى عنده معرفة، فمش هيلاقيها مع الطفل اللي في سنه ومش قادر يجاريه، فبيروح للي اكبر منه يساله فبيلاقي عنده اجابة، بيساله يلاقي عنده طاقة معينة بيخرجوها مع بعض. فدايما اشوف الطفل ده يبقى هنا لو هو بيميل اكتر لان هو يصاحب حد اكبر منه يبقى الطفل ده عنده احتياج معين في الفضول ده، يا اما هو عايز معلومة عايز طاقة، اساله بقى انت ليه بتعمل كده او ابدا اراقبه. ما اقولوش ان انت كده بتعمل حاجة غلط، لا اتناقش معاه، لا اتناقش معاه. وانا كمان زي ما قلت لحضرتك مجرد ما انا ابقى بيظهر عندي السلوك ده اسال نفسي طب ايه هو عايز ايه، ايه الاحتياج اللي عنده. فلو انا لقيت ان هو بيسال كتير، في طفل عنده اسئله كتير يبقى عنده ذكاء عايز معرفه، في حد بيحب يسمع قصص فمش هيلاقي مع الطفل اللي في سنه، عنده ذكاء لغوي يبقى انا انمي عنده دي، ابدا اشتغل على ده. لو فضلت الموضوع موجود عندي يبقى انا مثلا ابدا اشوف من الاطفال اللي في سنه اجمعهم مع بعض اخليهم يبقى يعني اكون معاه صحبه في النادي بقى في التمرين في الكورسات. جميل. وانا كمان ملاحظ ان لارين وهنا يعني تقريبا الى حد ما خلصوا المجسدات بتاعتهم، بس يا ريت نوريها بس كده، وريهاني عشان نشوفها. جميل قوي ممتاز. هنا لحقتي تخلصي ولا مش قوي؟ مش قوي مش مشكله، بص احنا علينا قاعده مع بعض يعني هنكمل الحاجات دي. وطبعا التلوين اللي هو بتكسيده ده احنا ما لحقتيش تكملي بس على الاقل عملتي الشجره، انا شايف الشجره والورق. ورينا برده علشان الناس يعني ايه يشوفوها ويشوفوا الجمال ده. وريها يا لارين بتاعتك. لارين عملت الورود. جميل. عملت بس دول. دول جمال والله جمال يعني زيكم والله حلو قوي وممتاز. يعني بشكركم وانتوا شرفتونا وهشام النسيم يعني سعيد عليكم ولينا بقى قاعده مع بعض هنكمل الحاجات اللي بتعملها دي ان شاء الله. شكرا ليك يا لارين وشكرا يا هنا وبشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك الدكتوره اميره كامل الاستشاري التربوي. كنا نتمنى ان يكون الوقت اكتر من كده ولكن بالتاكيد يعني وقت حلقتنا بيحكمنا. شرفتينا وان شاء الله يوم سعيد عليكم وشم النسيم تقضوه. بعد ما تخلصوا يا جماعه اللعب اللي بتعملوه بقى كملوا لعب، انطلقوا انطلقوا في الجنائن. كل سنة وانتوا طيبين. شرفتونا يا فندم. بكده طبعا خلصت حلقتنا النهاردة من يوم سعيد. نتمنى لكم يعني احتفالية ممتازة في شم النسيم النهاردة، خروجات وكل واحد على حسب بقى ما هو مرتب. وبكرة نتقابل الساعة 8 الصبح. إلى اللقاء.